راح تكون مبهرة بإذن الله يوم الفاتح من نوفمبر في الذكرى 70 لاندلاع الثورة التحريرية. دائما نحب أن هذه الفترة من السنة لطفي أكتوبر نوفمبر تبدأ بداية البرنامج، بعدها نعيش نفحات نوفمبر المجيد. صحيح. إن شاء الله راح تكون أيضا تغطيتنا مميزة للاحتفالات اللي راح تكون إن شاء الله يوم الفاتح من نوفمبر. مشاهدينا نذكركم أنه برنامجنا تفاعلي، نحب أنكم تتواصلوا معنا تسمعونا صوتكم. طبعا التفاعل يكون عبر تشكيل رقم الهاتف اللي راح يدار أسفل الشاشة، ولا تقدروا تراسلونا عبر تطبيق الواتساب أو الصفحات الرسمية لقناة الشروق عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وفي كل مرة لطفي فيه مواضيع كثيرة وفيه موضوع تفاعلي أيضا، نحاولوا أنه نخليه المشاهدين يتفاعلوا معهم. من بعد راح تكون فيه محطات كثيرة نناقشوا فيها مختلف هذه المواضيع، إضاءات كثيرة فيها العديد من النصيحة من منهم أهل الثقة في تقديم النصح لك. هو موضوع سؤالنا تفاعلي، في من تثقون؟ عندنا بزاف مواضيع ومحطات أخرى، فحص ذاتي لاكتشاف سرطان الثدي عفاكم الله جميعا. راح تكون معنا قابلة أمينة عزوز حاضرة باش تدير لنا إضاءة جميلة حول هذا الموضوع. شهر أكتوبر الوردي في نهاية أيامه الأخيرة والأسبوع الأخير، نحاول أن نقرب الرؤية ونعطي الكثير والعديد من النصح والتوصيات لكل السيدات. نروح على فاصل قصير ببعض الحركات الرياضية اللي راح تكون بمرافقة جميلة من الكوتش سمية، نتابعها مع بعض من بعد لنا رجعة. تفضل. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معايا انا الكوتش سميه في فقره الرياضه دائما على برنامج صباح الشروق. راح ندير لكم حصه لتقويه عضلات الجسم، راح نخدموا الجزء العلوي وراح نخدموا الجزء السفلي، تبعوا معايا حتى الاخر وسيو تخدموا لي موفمون تاعكم ايتاب باغ ايتاب. راح نبداو لو بروميي موفمون ان ستاب تاتش، جو بالونس اون فوا غوش اون فوا دروات، اكتيفي لي برا. اللي تتلف لها تحط يدها مع منطقة الخصر وتروح مرة يمين مرة يسار مرة يمين مرة يسار. استعملوا عملية التنفس تاعكم، شهيق زفير ما نزيرش روحي، اون فوا غوش دروات، اكتيفي لي برا. انكور 10 9 8 7 6 5 4 3 دو. نعاود نولي حركة المشي، نخدم دوسما. استعملوا توجور عملية التنفس تاعكم. راح نعاود لو ميم موفمون، نفس التمرين ستيب توتش، مي مرة هذه راح نطلع مرة يمين مرة يسار. انسبيري اكسبيري. هاد التمارينات تمارينات كارديو او ميم طون، يقويو لكم عضلة الجسم. 3 سيري دو 10 ونركز 10 9 8 7 6 5 4 3 دو. ونعاود نولي لا مارش. انسبيري اكسبيري انسبيري اكسبيري. التمرين الموالي راح ندير الارجل تاعي مغلوقه، راح نمد الايدي تاعي تروح للامام والرجل تروح لليسار. يلا سيو تنسقوا مره يمين مره يسار مره يمين مره يسار، شهيق زفير شهيق زفير. ما نزيرش روحي مع التمرين. اب 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. نعاود نولي حركة المشي، نقوم بعملية التنفس تاعي، نعاود نولي لحالة الراحة. راح ندور هكا باش تشوفوا التمرين تاعي جيدا. راح يكون تنسيق بين جزء علوي جزء سفلي. ركزوا معايا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. نعاود نولي حركة المشي ونتنفس بين جولة وجولة. دائما ديروا وقت للراحة، عندكم 30 سكوند. اوكي ركزوا معايا. التمرين الموالي راح نخلي الارجل تاعي مغلوقة، راح ندير فتح الارجل جانبا مرة يمين ومرة يسار. ركزوا على الايدي تاعكم تصعد للاعلى ونتنفس، شهيق زفير شهيق زفير. اللي ما قدروش يستعملوا الايدي يقدروا يستعملوا الارجل، باسكو على بالي مع الاولى حتتلف لكم شويه، مي ركزوا مع التمرين. اللي يقدروا يستعملوا الايدي يمدوا الايدي تاعهم للاعلى. انكور 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. نعاود نولي حركه المشي. كل تمرين خدموا له 3 سيري دو 10، ثلاث جولات ل 10 عدات. راح نعاود بي جوا مره يمين مره يسار. يلا معايا ما تفتلوش، ركزوا معايا، ركزوا على اداء التمرين تاعكم بطريقه سليمه. ايه مكتوب عندنا.
عاود نولي حركه المشي انسبيري اكسبيري. تمرين موالي راح نخدم اون بيتيت فيبراسيون سرعه في مكاني. راح نستعمل الاطراف العلويه والسفليه في ان واحد. راح يكون كورديناسيون انتر لو دو كور. ركزوا على اداء التمرين بطريقه سليمه. التنسيق بين الجزء العلوي والسفلي في ان واحد. ونستعمل عمليه التنفس. اللي ما يقدروش يديروا هذا التمرين يقدروا يديروا حركه المشي بسرعه في مكاني. يلا نركز 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ندير الاسترخاء تاعي الاعلى انسبيري اكسبيري. يلا نعاود نفس التمرين. ركزوا معايا في هذه الجوله سيو ديروا تنقل للامام للوراء. راح انا نرجع للوراء راح ندير تنقل للامام ونعاود نولي للخلف. يلا اب اون فوا افون. اللي عنده ان بروبليم دو جونو عندهم اصابه في منطقه الركبه راح يديروا مشي للامام. خلوا الظهر تاعهم مستقيم النظر تاعهم للامام والى كورديناسيون دي بغا تاعهم. اب فوالا. كانوا هادو مجموعه من التمارينات اللي قمنا بهم لحصه اليوم. راح ندير لكم بعض الاسترخاءات كي نكملوا شاك سيونس دونترينمون لازم نديروا دي زيتيرمون استرخاءات. ننزل لاسفل نعاود نصعد الاعلى نروح مره يمين مره يسار اب نعاود ننزل اسفل بونشي هنا اون افون ونعاود ننزل الاسفل 10 9 8 7 6 5 4 3 نصعد الاعلى ندفع بالركبه تاعي تصعد لي الاعلى اب ونغير. سيو تركزوا على اداء الاسترخاء تاعكم بطريقه سليمه ونتنفس توجور ندفع بالرجل تاعي تروح للوراء ونعاود ننزل اسفل غلق الارجل نخلي الارجل تاعي ممدوده وندخل الراس تاعي للداخل. يلا 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 نعاود نصعد. كانت مجموعه من التمارينات اللي لازم تمارسوها في حياتكم اليوميه سورتو لي وحده اللي حابه تبدا لي سيونس دونترينمون من المنزل تاعها. برنامج صباح الشروق دالكم فقره مهمه لكم ما علينا غير نتلاقاو في حصص اخرى غاستي برونشي. شكرا لك كوتش سميه على هذه الحركات الرياضيه التي يسترخي من خلال ممارستها الانسان ويرتاح كثيرا تطمئن قلوبنا في حضره القران الكريم وسيره النبي عليه الصلاه والسلام كما حط من محطتنا القاره ببرنامج صباح الشروق. اضاءه جميله من الاستاذ حمزه الجزار اهلا وسهلا بالجميع تفضل. ينضم الينا الاستاذ حمزه الجزار يا اهلا وسهلا اسعد الله صباحك بكل خير. اهلا اخي لطفي اهلا بالمشاهد الكريم صبحكم الله بالخير واليمن والبركات. اقوام لا يكلمهم الله وحتى لا ينظر اليهم. نعم. ما مدى صحه الحديث؟ نعم. في معناه ومن هم الاشخاص المعنيون بهذا الحديث؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احبابي في الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الاقوام الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامه ولا يزكيهم ولا ينظر اليهم هم كثر عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث. نعم. لكني احببت ان اقتصر على اصناف ثلاث لا غير. نعم. في حديث رواه الإمام مسلم وإذا قلنا الإمام مسلم فالحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. نعم. شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر أي فقير مستكبر. وجاء في أحاديث أخرى من الذين لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة جاء المنان والمسبل والمنفق سلعته بالحلف الكذب وغيره. بارك الله فيك. نعم. وهناك أقوام نعم كذلك آخرون ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم ويلحق بهم أهل الكفر. نعم. من كفر بالله عز وجل لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة
ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. نعم، فهؤلاء الذين يعني فضلوا الدنيا على الآخرة. نعم، الحديث الذي بين أيدينا هذا الحديث العظيم الشريف بدأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيخ زان، قال شيخ زان، ومعلوم يعني الزنا من الكبائر وهو من الموبقات ومن المهلكات التي تؤدي بصاحبها إلى عذاب الله سبحانه وتعالى باختلاف أعمارهم. نعم، باختلاف أعمارهم. نعم نعم، الحديث حدد حدد لأن الشاب قد تعذره الشهوة، لهذا العرب تقول الشبيبة مطية الجهل، لكن إذا كان من الشيخ فهو أعظم جرما. نعم، شيخ زان، الله سبحانه وتعالى يقول والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. وردت كلمة شيخ بالمذكر وليس نعم بالمؤنث. نعم، هل هذا يستثني عنصر نعم النسوي؟ طيب نعم، النساء شقائق الرجال، يعني مدام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشيخ فتدخل فيه العجوز. طيب كذلك نعم سن الشيخ. نعم، شيخ النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار إلى الكبر، أراد يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه هذا الشيخ الذي أمد الله له في عمره. نعم، والله جل وعلا كذلك يعني بارك له في هذا السن وأطال فيه، ومع ذلك يعصي الله سبحانه وتعالى، والمفروض هو الذي كان عليه أن يكون عاكفا في المساجد من عمار المساجد ومن ممن يقرأ القرآن على الدوام، لأنه الآن يعني هو بينه وبين يعني بينه وبين المنية خطوات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل بارك الله فيك وقليل من يجاوز ذلك، لأن الآن للأسف والله الآن قد تجد يعني صاحب 50 أو 60 سبحان الله أو قارب أو فات هذا السن تجده يعاقر عن المحرمات. نعم، ويرتحل، ممكن يسافر كي الآن يعني يبحث عن المومسات ويمارس الرذيلة وكذا، وهو سبحان الله يعني الذي يعني شاب شعره وحده ودب ظهره وقلت صحته وهانت. نعم، مع ذلك يعني هذا الشيخ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه لا يكلمه الله سبحانه وتعالى ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم، ومعنى هذا الكلام يعني هذا الكلام أن الله سبحانه وتعالى أهل المعاصي وأهل الكفر الله سبحانه وتعالى لا يكلمهم كلام رحمة وكلام شفقة وكلام عطف، وإنما يكلمهم ربنا جل وعلا بما يسوءهم لا بما يسرهم، هذا هو المقصود، ولا ينظر إليهم كذلك ولا ينظر إليهم نظرة رحمة، لأن الله سبحانه وتعالى قد يكلم الكافر لكن كلام تبكيت وتقريع ويعني كلام فيه ألم. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. نعم، كما قال جل وعلا في سورة المؤمنون، لهذا يعني الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الشيخ قال وشيخ زان، لأن هذا الشيخ يعني سبحان الله العظيم كما قال أبو الفتح البستي رحمة الله عليه في أبيات جميلة جدا يقول وهو يعني وهو يرى عذر ذلك الشاب، قال يرى رافلا في الشباب الرحب منتشيا من كأسي هل أصاب الرشد نشوان، ولا تغترر بشباب رائق نضر فكم تقدم قبل الشيب شبان، ويا أخ الشيب لو نصحت نفسك لم يكن لمثلك في اللذات إمعان، هب الشبيبة تبدي عذر صاحبها ما عذر أشيب يستهوي شيطانه، ثم قال كل الذنوب فإن الله يغفرها إن شيع المرء إخلاص وإيمان، وكل كسر فإن الدين يجبره وما لكسر قناة الدين جبران. فالإنسان إذا أصابه كسر أو مصيبة نعم في ماله في ولده في صحته نعم فإن الدين يجبره، لو قلت إن لله وإنا إليه راجعون لانجبرت من كسرك. نعم، لأن من أسماء الله سبحانه وتعالى الجبار، مثلا لو كان عندك فقد في صحتك في أولادك فقلت كذلك الحمد لله على كل حال، نعم، وذكرت المولى سبحانه وتعالى ورضيت بما ورضيت وسلمت ولم تتسخط، فإن الله سبحانه يجبر ذلك، يجبر كسرك وحزنك وهمك وكربتك. ولكن إذا أصبت في دينك نعم، وما لكسر قناة الدين جبران، لا شيء يجبر الدين. نعم، لا شيء يجبر الدين شخصية
والشخص الثاني الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم ملك كذاب، يعني شخص أتاه الله سبحانه وتعالى الملك والإمارة والمنصب، نعم، ومع ذلك يعني يكذب على قومه، فالناس تحت ملكه وتصرفه يفعل فيهم ما شاء، صح؟ نعم، ولكن إذا يعني حدثهم كذب عليهم، وإذا وعدهم بارك الله فيك أخلف وعوده، وهذا من آيات النفاق التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم، وسبحان الله العظيم، يعني والكذب يعني هو من حصائد الألسن التي تأوي بالإنسان في النار والعياذ بالله. نعم، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. تصور. نعم، لهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وتحدث عن الكذب قال: هو أساس السيئات ونظامها. تصور. والإمام الزهري رحمة الله عليه كان يقول: والله الذي لا إله غيره لو نادى مناد من السماء فقال: إن الله أحل الكذب ما كذبت. تصور يعني حال السلف، نعم، كيف كانوا يعيشون مع هذا، يعني ينأون بألسنتهم وأفعالهم عن الكذب، والله المستعان. لهذا الإنسان لابد أن يحذر من الكذب، والإنسان لابد أن يعلم نفسه وأهله وأولاده الصدق ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ونحن الآن نعايش سواء في المدارس، سواء في الروضات، سواء الآن في بيوتنا كذا، دائما تجد الطفل وأنت تدرك بأن الكلام الذي قاله كذب. لهذا لابد الإنسان أن يقومه في هذه، أن يتعود بارك الله في هذه اللحظة وفي هذه الساعة، ولا يؤخر هذا الأمر، لأن الكذب مع الكذب يصبح تراكمات ثم تصبح عادة، والعادة هي ملكة في الإنسان. باب المزاح بارك الله فيك، نعم، يتعود، نعم، الإنسان يتعود على ذلك. نعم، الكذب يجوز فيه مواطن منها فقط للصلح، الصلح مثلا بين الزوجين مثلا، فالإنسان ينقل الكلام على أساس تحسين القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى، فبذلك يجوز في هذه في بعض المواطن التي جاءت في السنة النبوية. والثالث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث قال: عائل مستكبر. تصور أن العائل هو الفقير، نعم، هذا الشخص جمع بين يعني خلتين وصفتين متناقضتين، يعني سبحان الله العظيم، هو فقير وهو مستكبر متكبر على غيره. نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. تصور. ولربما هذا الإنسان يعني تجده الآن هو عائل، يعني لا ثراء ولا مال ولا منصب ولا جاه ولا شيء، ومع ذلك يتكبر على غيره. نعم، يتكبر على غيره، والكبر مذموم، يعني الكبر والتكبر والتعاظم هذه والله من مفسدات القلوب. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث في آخر الشاهد من الحديث قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق بمعنى رد الحق وعدم قبوله، وغمط الناس يعني ازدراؤهم واحتقارهم. يعني تصور أن الإنسان يعني هذه الصفة المذمومة، يعني الإنسان يعني تأوي به إلى النار. نعم، نعم، يحشر المتكبرون أمثال الذر يوم القيامة يطأهم الناس. نعم، تصور، حديث عظيم وحديث يعني يخيف الشخص. الأقوام التي غبرت وسلفت، فرعون ماذا قال ربنا عز وجل عنه؟ يعني سبب هلاكهما: واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. نعم، قوم عاد يعني سبحان الله يعني حسبوا أنهم أقوى من في الوجود، وأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا: من أشد منا قوة. تصور. نعم، وآيات كثيرة، ربما السلطة والمال، نعم، يجعل من الشخص، نعم، ينظر إلى نفسه، نعم، منزلة يجعل منها، نعم، تختلف عن كل، نعم، المنازل، لكن الشخص الفقير، نعم، الذي بارك الله يتكبر، نعم، هنا، نعم، هذا هو الإشكال. نعم، لهذا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأصناف الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة، وعائل مستكبر، يعني ليس بالغني وليست له سلطة وليس له جاه وليس له منصب، يعني قد يتكبر على غيره، فهذا يكون أشد في الجرم.
تصور أخي لطفي، يعني جرمه هذا أعظم من غيره. لهذا يعني سبحان الله العظيم، هذا الفقير ما الذي يعني دعاه إلى التكبر الآن؟ نعم، ما الذي يعني جعله في رتبة التكبر على غيره، وأنه فاقد لكثير من الأشياء، وربما يعني هو بل هو يعيش يعني متكئا ومستندا على غيره، عال على الناس. ربما نعم. النقص الذي هذا طبعا هذا يتعلق هذا نعم هذا يجعل من تكبر نعم. كوسيلة دفاع نظن هذا نعم. يعتبر هو خلل في مضغته نعم في قلبه، خلل في هذه المضغة. يعني تصور الإنسان، لأننا نرى في حياتنا صراحة أن الإنسان قد فتح الله عليه من كل الخيرات صح؟ والله يتواضع شد صح. التواضع صح؟ صح. لهذا فكانت هذه يعني هذه الخلة وهذه الصفة يعني من صفات القدح في هذا الرجل نعم. ولو امتلك يعني أشياء، فهذه الأشياء التي امتلكتها فهي إلى زوال. كل والله هذه مع الوقت نعم. المعاصي نعم. يمكن للشخص أن يتداركها صح؟ نعم بارك الله فيك نعم بارك الله فيك. يستطيع الإنسان أن يصحح من قلبه طبعا. فالإنسان هناك يعني كثير من الصفات يعني القبيحة والمذمومة عند الناس، الإنسان يعني لو حاول معها بإذن الله سبحانه وتعالى لصلحها نعم لصلحها. إن في الجسد لمضغة نعم مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، فهو يتقلب نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. لهذا الأول شيخ زاني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان يعني يستعيذ من هذه الكبيرة والعياذ بالله. وربنا جل وعلا قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. وقرب الزنا بمعنى أن الخطوات نعم، فخطوة خطوة حتى يوقعك الشيطان في شراكه نعم. الزنا كيف يقع فيه الإنسان؟ لماذا ونحن لابد أن ننبه الناس على هذا الأمر؟ فهو شراك نعم. الغناء بريد الزنا، المحادثة والنظرة بريد الزنا كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. فالإنسان لابد بإذن الله سبحانه وتعالى أن يقطع هذه الحبال، وهي حبال الشيطان. يوسف عليه السلام، وربما يعني كلنا يحاول بإذن الله سبحانه وتعالى أن يحتذي بهذه القصة. يوسف عليه السلام يعني حين دعته امرأة العزيز، أول شيء ذكر الله، قال معاذ الله صح؟ صحيح. ثم فر من مكان الشر والمعصية فاستبق الباب. ثم بعدها ماذا فعل؟ يعني بعدها ذكر نعمة الله عليه، قال إنه ربي أحسن مثواي نعم صح. وبعدها تذكر العقاب، قال إنه لا يفلح الظالمون. فكانت يعني سبحان الله النتيجة بعد ذلك والثمرة، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هذا الأول يعني في الزنا، والثاني يعني ذكرنا أنه ملك كذاب، يعني أتاه الله سبحانه وتعالى الملك والسلطة وكذا، ومع ذلك يكذب على رعيته نعم، وهو مسؤول عنها يوم القيامة، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والثالث عائل مستكبر وهو الفقير. وهناك أقوام يعني آخرون ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث، ربما يكون لنا مجال آخر بإذن الله سبحانه وتعالى لشرح حديثه. شكرا لك أستاذ حمد الجزار، استفدنا كثيرا من خلال الإضاءة حول الأقوام الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة. مازلنا مكملين معكم يا ناس يا طيبين في استعراض محطاتنا وفقراتنا الصباحية. بعد قليل راح تكون عندنا محطة جميلة، افتتاحية برنامجنا كاتب الرياضة، من بعد اطمأنت قلوبنا في حضرة القرآن الكريم وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام. مطبخنا أيضا عنده نصيب كبير في برنامجنا، راح يكون بإضاءة جميلة، طيبكم علينا المحطة اللي صرتم متعودين عليها، راح تكون بإضاءة جميلة من الشيف بشرى لنها. نتمنى أنكم تلقوا فيها كل فائدة والاستفادة. لهذا ونعود نقول لكم صح النوم، ناكل تشربوا القهوة كما لطفي نقول لكم بصحتكم، وبقوا معنا إلى غاية العاشرة والنصف. نذكر لكم فقط أنه تقدروا تتواصلوا معنا عبر أرقام الهاتف اللي راح تظهر أسفل الشاشة حتى تشاركوا في مختلف الفقرات والمواضيع اللي اخترناها لنها اليوم. اليوم فيه ثراء كبير لطفي، متنوع وتنوع، كل ما نختار في كل مرة من المواضيع نفيدوا من خلالها الناس طيبة لتابع برنامجنا. سيرورة جميلة كانت بدايتها ببعض الحركات الرياضية، من بعد اطمأنت قلوبنا جميعا بحضور حمزة الجزار. نكملوا في استعراض ما تبقى من محطات، بعد قليل راح تنضم إلينا الشيف بشرى لاستعراض مطبخنا
الصباحي لنهار اليوم. أيضا دكتور عاتقة هادي الطبور طبيبة أمراض الجلد راح يكون عندها مرور جميل في برنامجنا راح نتعرفوا على التغيرات الجلدية المرافقة لسرطان الثدي. عافاكم الله جميعا وعافاكم جميعا، لأنه حتى رجل نحن رجال عندنا نصيب إصابة، عافانا الله جميعا وإياكم حتى وإن كان بنسبة قليلة جدا. أيضا في أيضا مواصلين مع بما أنه في أنا في الأيام الأخيرة لأكتوبر لشهر أكتوبر ما زلنا دائما مع الحملة التحسيسية ضد سرطان الثدي، راح تكون معنا القابلة أمينة عزوز حتى نتعرف أكثر على طريقة الفحص الذاتي لاكتشاف ورم أو سرطان الثدي. تردنا العديد من النصح أكيد. والنصيحة لابد أن نتقبل النصيحة يا أهل الثقة أكيد، لأنها متخصصة أكيد لطفي، ولابد أن نأخذ النصيحة من أهل الثقة ومن المختصين. موضوعنا رئيس لنهار اليوم مشاهدينا من هم أهل الثقة في تقديم النصيحة، وأيضا سنعرج إلى نقطة مهمة جدا اللي هي موضة جديدة احنا نشوفوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي للكثير من صناع المحتوى اللي ربما ما لهمش أهل لتقديم النصيحة فيقدموها في ثوب مختصين اجتماعيين أسريين نفسانيين. حتى التسمية مؤثر، صاروا مؤثرين. أنا أشوف أنه من المفروض الشخص يأثر على نفسه ما يخليش الأشخاص يأثروا عليه. صح. وإذا كانت أثرت نتأثر تأثير إيجابي وندي من الناس اللي أهل ثقة لازم يكونوا متخصصين. عبر مواقع التواصل الاجتماعي شفنا بزاف عندنا نلقاو ناس ما نعرفوش ولا شهاداتهم الدراسية مستواهم التعليمي الفكري ولا عناوينهم وين يسكنوا الموطن الموطن الأصلي اللي يسكنوا فيه. صح. حتى وإن كان باش إذا كان فيه مشكل يمكن للشخص أنه إذا وصلت الأمور إلى حد القضاء يقدر يقاضي الشخص اللي يتعامل معاه من خلال المادة الإعلامية التي تمد عبر مواقع التواصل الاجتماعي. للأسف صارت فيه فوضى العديد والكثير من المواضيع، يدخلوا في خصوصية البيوت، يدخلوا في الأمور الصحية، الأمور القانونية، أحيانا تهدم البيوت وخاصة فيما يتعلق بالعلاقات الزوجية. نصيبوا بزاف صناع محتوى وكما قلت لطفي ما نعرفوا مستواهم الفكري ولا التعليمي، وأحيانا نشوفوا بلي تربيتهم ما يش تربية أصلا سليمة، يعني ما مش ناس كما يقولوا عندهم تربية أصلا ولا تربوا في عيلة محترمة أو يعني لكن يقدروا محيط صحي قدموا نصائح لتقدر تدمر بعض العائلات للأسف. اتصال هاتفي أول معنا في هذا الصباح. صباح الخير عليكم. صباح النور. أهلا وسهلا مرحبا بك. صباح النور. ألو. صباح الخير. أخت سامية معك لطفي وشاك لاباس. يا ألف أهلا وسهلا بك أختي سامية، نرحب بك أنا وإيمان. الله يسلمك. منين تتصلي بنا أختي سامية؟ نتصل بك من الصيف الأخ لطفي. الصيف لوليدات عامر، يا ألف أهلا وسهلا بك وكل ناسنا وأحبابنا وأهالينا من الصيف العالي. وش راهي الصيف لاباس؟ والله غير لاباس الله يسلمك الأخ لطفي، عندنا البرد بدا البرد بدا يلحق البرد ولا مازال؟ والله غير لحقنا البرد. شفتي من أجمل المناطق ماشي برك في الجزائر في العالم الصيف ما شاء الله عليها، ناسها طيبين بعين فوارة بناسها طيبين. قولي لنا موضوع حبيتيه اللي اخترناه اليوم للأسف انقطع الاتصال. نذكروا المشاهدين بأرقام تليفون أيضا بالموضوع التفاعلي، من هم أهل الثقة في تقديم النصيحة في حياتكم؟ وخاصة هل أنتم من الناس اللي تصفحوا كثير مواقع التواصل الاجتماعي؟ وشكون هما ربما صناع المحتوى اللي تقدروا تاخذوا منهم النصيحة، خاصة كما قال لطفي في ظل الفوضى الكبيرة التي يشهدها هذا المجال ما وليناش نعرفوا شكون هما أهل الثقة حتى نأخذ منهم النصيحة، لأنه الإنسان نحبوا ولا نكرهوا لطفي أحيانا يحتاج أنه ياخذ رأي ثاني، أنه إنسان ينصحه إنسان يوجهه. وباش يختار الشخص اللي يروح ليه يعني هذاك الشخص لازم تكون فيه بعض المواصفات. للأسف المؤثرين صاروا يستعملوا التقنيات الحديثة جمالية الصورة يخلوا الناس يحبوهم ويحبوا حياتهم اللي عايشينها ويشوفوها هذيك هي يعني القدوة الصحيحة اللي يجب أن يقتادوا بها ويديوا من عندها النصح. صح للأسف، ولو يستعملوا أيضا بعض المصطلحات وبعض التقنيات فيما يدخل ما يعرف الآن بعلم الطاقة و
غيتاكد على الاسم فله فله لانه اسمها فله. قالت لك فله مسكي كذا. يا الف اهلا وسهلا بكل سيده واسمها فله في هذا العالم وفي هذا الكون الجميل الجزائر الحبيبه اللي نعيشها. اتصال يجينا مسكي كذا. يا الف اهلا وسهلا بك. الو صباح الخير. صباح النور. اهلا وسهلا فله. وشلونكم لاباس؟ والله كاع فله عندهم نفس الطابع ما شاء الله عليهم نفس الروحه. عايشك ربي يخليك ان شاء الله. والله العظيم من اللي بدات نشوف وانا نحاول وانا نحاول وانا نحكم. محظوظين بك والله محظوظين بك. والله انكم مشرفين الشاشه يعني منورين الشاشه. نور بنوركم بنوركم. هذا اول اتصال لك معنا فله. لا ما فنتصل بك من قبل. مرحبا. الطيب محظوظين دائما باتصالك. عايشك ربي يخليك ان شاء الله. موضوعنا اليوم موضوعنا اليوم النصيحه منين تديها؟ شكون هما الناس اللي توضعي فيهم ثقه وتروحي تستشيريهم تسقسيهم تدي من عندهم نصيحه؟ النصيحه نديها من الوالده تاعي. من الوالده. ربي يخليها ويطول عمرها ان شاء الله يا رب. الوالده واختي هذا الزوج اللي ينصحوني صح. هي صح ما كاش اللي يحبك في هذا العالم اكثر من والديك. اكثر من والديك صح. الوالدين والاخت يعني قليل اللي كما نقولوا اللي تعطي فيها الثقه الصح. ربي يحفظهم لك. ربي يخليهم لك ان شاء الله يا رب. واذا شخص اخر اللي يبسك راهم يسمعوا فيا. واذا شخص اخر قدم لك النصيحه انت من الناس اللي يتقبل النصيحه عادي؟ نقبل النصيحه. انا الزوج تاعي يعطيني نصيحه نقبلها. نقول له على عيني وراسي. ربي يدوم حبه ان شاء الله. ربي يطيب بيناتكم ان شاء الله يا رب يطيب العشره. يعيشك ربي يخليك يا نصحي وايمان. قولي لنا ولا الانترنت تليفون مواقع التواصل الاجتماعي عندك حاجه فيهم ولا والو؟ ما انا الانترنت خافيتني. تهنيتي. تهنيتي برافو. خافيتني. راكي عايشه بسلام. احسن ما عملتي. والله احسن ما عملتي. صح. احسن ما عملتي برافو. اذا عندك اي طلب سيده فله تفضلي مرحبا بك. ما عندي حتى طلب يعني راكم موفين ومكفين. احنا كل صبح نفرجوا عليكم يعني ما شاء الله يعني راكم في القمه يعني ما عندي منزيل. الحمد لله يا رب. الحمد لله يا رب. الله يخليك. ونشكر الشيف ليها ومعاكم. اليوم راح تكون معنا الشيف بشرى اللي متعودين على اطلالتها في الو الشيف. بشرى نشتيها بالزبده ونحاول نتصل معها مع الشيف مع الو الشيف. وما حكمتش البارح حكمتها مع سميه. احكمتيها البارح؟ حكمت البارح عندي ست سنين والله خمس سنين وانا نتصل البارح ونحكمت يعني فرحت نتصور زينا مع سميه. والله احنا سعيدين جدا بمحبتكم لينا وكل برامج الشروق. سلمينا عليها بزاف بزاف. الحمد لله نقول لها السلام. بشرى وبلاكي ما شاء الله. شكرا. مرحبا بك وبسلامك. شكرا على اتصالك. تحياتنا لك ولكل الناس اللي تسكت. شكرا. شكرا. شكرا لك سيدتي. شكرا جزيلا. يعطيك الصحه سيدتي. إذا مشاهدينا نعود نذكروا فقط بالسؤال التفاعلي، من هم أهل الثقة في تقديم النصيحة؟ تكون تشوفوهم بلي هما الناس اللي تقدروا تاخذوا بنصيحتهم في هذه الحياة. لطفي طرقت نقطة مهمة صح، كاين بزاف ناس يتقبلوا النصيحة غير من الوالدين. صح. يقول لك غير بابا ويما اللي يحبوا لي يعني الخير. صح. وكاين حتى المثل الشعبي من غير يما وبابا ناس كاع كذابة. ناس كاع كذابة صح. الأقربون ليك هما اللي يقدروا يفيدوك في الوقت الحالي اللي انا عايشينه. ربي يحنن القلوب ان شاء الله يا رب. الناس بزاف يحبوا يسمعوا من عند هذا شويه من عند هذا شويه. اللي عندهم قوه شخصيه يديوا الافضل من الشخص اللي يكون عنده قابليه في تقديم تقبل نصيحه عادي لطفي من اي شخص يعني نتقبل نصيحه ونسمع يعني اراء الناس، لكن كي تكون امور يعني حساسه نوعا ما نفضل اهل الاختصاص. انا نفس الشيء كيما انت بالاخص يعني الامور الطبيه الامور القانونيه. صح. صح. الاجتماعيه. واحنا مهنيا يعني نتقبلوا كل الاراء نتقبلوا النصائح لانه كي تكون نصيحه يعني مفيده تقدر تزيد تطور من نفسك والعمر بسببها. عنده حق وثانى الواحد كل ما يزيد يكبر يزيد يخالط ناس ويشوف ناس ويعيش تجارب يعثر مره ينوض مرتين تولي عنده خبره وتولي في الحياه. تعرف لطفي اللي ينصحك بنيه طيبه واللي ينصحك بنيه خبيثه. صح. يعني صح. انه كاين احيانا النصيحه تكون مغلفه هكا بنوايا خبيثه، لكن فيه نصيحه اللي تكون بنيه طيبه جدا الانسان ما يحبلكش الضر ما يحبلكش. وكاين امر اخر الشخص اللي يجهر بالنصيحه قدام هذا شيء خطا ثانيه. لانه كاين بزاف ناس اللي يبداو يمدوا نصائح عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال مناشير وغيره. الشخص اللي حقا عنده معدن طيب وتكون نيته صافيه هو اللي يرسلك برساله شخصيه. صح. يدخل لك لحسابك الشخصي يبعث لك رساله على الخاص ويعطيك النصح اللي حاب يمده لك.
حتى في الواقع بعيدا عن المواقع ايضا الواقع. الانسان كي يقدم نصيحه مليح يقدمها بينك وبينه يعني في وسط الجماعه ماشي كاين الناس يخليوه كي تكون في وسط كامل الجماعه صح. يحب يقدم لك نصيحه وانا نشوفها بانه نوع من الاحراج صح. يعني موضوع متشعب كثيرا متشعب. يعني الا وتلقاي روحك خرجتي من مخرج اخر اذا مشاهدينا نعود نرحب بكل من ينضم والتحق بنا كما قالت ايمان منذ قليل الجزائر العاصمه وكل ولايه الوطن راهي تحضر للاحتفال بذكرى 70 لاندلاع ثورة التحرير المجيدة الجزائر العاصمة راح تشهد احتفالية كبيرة صحيح. جدا بالقرب من المسجد الأكبر المسجد الأكبر الأعظم إن شاء الله يا رب تكون يوم السبت صح راح تكون فيه زحمة سير كانت فيه نشرية خاصة من مديرية الأمن والطرقات أيضا بيان خاص أنه راح تكون فيه الطريق الرئيسي راح يكون مغلوق مسدود في غلق جزئي لبعض الطرقات على مستوى الجهة الشرقية من الجزائر العاصمة طبعا استعدادا لهذا الاحتفال بسبعينية اندلاع الثورة المجيدة يقولوا للزملاء فيه اتصال آخر نقولوا الو قطع الاتصال قطع الاتصال في انتظار ان يكون حاضر معنا الاتصال نذكر برقم التليفون يمكن للجميع التفاعل معنا من خلاله ايضا زياره مواقع التواصل الاجتماعي الخاصه بقناه شروق تي في وايضا رقم الواتساب من المفروض ما زال عندنا رقم واتساب يمكن التفاعل أكيد. معنا من خلاله يهمنا كثير أنه نقرأ رسائل النصيحة اللي توصلنا من عند مشاهدينا اللي يتعذر عليهم التواصل والتفاعل معنا بتشكيل رقم التليفون نروحوا على فاصل ولا نديو اتصال هاتفي في آخر اتصال في اتصال ألو صباح الخير يا ألو صباح الخير صباح النور ألو سيدتي من فضلك نقصي صوت التلفاز وسمعينا من الهاتف من فضلك الو الو نسمع فيك اي الو صباح الخير صباح النور الو صباح الخير صباح النور نقصتي التلفزيون اي واش راكم لاباس والله لاباس انت بخير الو الو تعرفوا عليك هي مشكل في الاتصال نظن وتنضم إلينا دكتورة عتيقة هادي آل طبور طبيبة الجلد والتجميل لاستعراض محطتنا الطبية ومعالجة الموضوع تغيرات الجلدية المرافقة لسرطان الثدي عافاكم الله جميعا ألف أهلا وسهلا صباح الخير دكتورة أهلا وسهلا صباح الخير لكل المشاهدين الكرام وصحة للجميع إن شاء الله إن شاء الله يا رب عودة ميمونة لنا ولك معنا في موسم جديد من صباح رائع. الشروق ما زلنا نعيش في شهر أكتوبر الوردي اللي نعز فيه ربما التحسيس ضد سرطان الثدي لطبيب الجلدية نصيب أيضا في هذا مع في محاربة علاج. وعلاج هذا المرض صحيح في رحلة العلاج ما هي أبرز التغيرات الجلدية دكتورة اللي ترافق سرطان الثدي؟ نعم نحن نعلم أنه امرأة من كل 6 نساء في العالم معرضة في فترة من فترات حياتها للسرطان أكيد سرطان الثدي من السرطانات التي نقوم بالتوعية والتحسيس عليها كل سنة لأنه صراحة نسبة الشفاء قد تصل إلى أكثر من 96% وأحيانا يعني 100% إذا تم الاكتشاف في المراحل المبكرة من المرض وبالتالي يأتي دورنا كأطباء للتحسيس والتوعية بأهمية هذا الفحص الذاتي وأهمية يعني المتابعة في موضوع سرطان الثدي أكيد هنالك مؤشرات وتغيرات جلدية ممكن أن ترافق سرطان الثدي لكن نريد أن ننوه أننا لا نريد أن نصل إلى هذه المرحلة وين نشوف تغيرات على الثدي في الجلد حتى طبعا نروح ونفحصه من المهم جدا أنه يتم الاكتشاف قبل أي تغيرات أو أي إشارات على الجلد يعني كاين أعراض أولية أخرى تسبق هذا التشوهات ولا هي هذا التغييرات هي أكيد هي الفحص الذاتي الفحص الذاتي للنساء بعد كل دورة شهرية وطبعا حسب الفئة العمرية ما بين سن 20 و30 أنه مرة في السنة يكون هنالك فحص عند طبيب مختص بالإضافة لعمل الألتراساوند أو ليكوغرافي وفي سن متقدم طبعا بعد الأربعينات وفي الخمسين نبدأ طبعا بشكل دوري بعمل الماموغرافي كما هو طبعا يعني مطلوب كل سنتين
لكن طبعا احنا ما نحبوش انه يلحق وين سرطان الثدي يعطي مؤشرات على الجلد، لانه هذا يعني انه في مراحل تكون اكثر تقدم عادة. فنحن يعني نحبذ ونفضل انه يتم الاكتشاف في مراحل أولية، وهذا يكون طبعا بالفحص الذاتي وبالتوعية والتحسيس لأهمية الفحص المبكر ضد سرطان الثدي. ممكن أن يعني نقول أن هناك عدة محاور بالنسبة للتغيرات الجلدية التي تطرأ على الثدي ولها علاقة بسرطان الثدي. أهم هذه المحاور نبدأ بها هو أي تغير في حجم الثدي. طبعا أي تغير ليس له علاقة بالحمل والولادة وبالدورة الشهرية أو غيرها، طبعا زيادة الوزن أيضا أحيانا، أي تغير في الحجم وظهور أو بروز لأي كتل تحس بها المرأة، سواء كتلة واحدة أو عدة كتل في الثدي، يجب أن يكون مؤشر عند المرأة أنها تروح تفحص، تروح عند الطبيب. هذا مهم جدا. طبعا النقطة الثانية هي وجود أي تغيرات في يعني جلد الثدي، اللي هو بروز لأوعية دموية، ظهور لإحمرار في منطقة معينة، أو ظهور طبعا تصبغات في مناطق أخرى. فأي تغير في اللون، قلنا تغير في الحجم أو الكتل اللي نتحس بها، أو ثانيا قلنا الإحمرار أو التغير في اللون أو بروز أوعية دموية في مناطق معينة. ثالث شيء هو الحلمة، أي تقعر للحلمة أو بروز غير عادي للحلمة أو تغير في شكل الحلمة، يجب أن يلفت انتباه المرأة أنها تقوم وتروح تفحص وتسأل الطبيب المختص. لدينا أيضا أي ظهور لتقرحات على سطح الثدي، أو أي ظهور لإفرازات من الحلمة، هذا مؤشر أيضا ومهم جدا. نحن يعني نطمئن، ما هوش دائما يكون سرطان ثدي، لكن ضروري أنها تروح وتفحص. لدينا أيضا منطقة الليزيسال أو الإبط، إذا حست بأي كتلة في تلك المنطقة، إذا حست بأي يعني بروز لمنطقة معينة في الإبط، عليها طبعا أن تقوم وتروح وتخمم أنها تروح تفحص. أيضا لدينا ما يعرف بالجلد البرتقالة، يعني أحيانا يحدث تغير في الجلد الثدي أو في المنطقة المحيطة، ما يشبه بتقعرات على سطح الجلد تشبه جلد البرتقالة، وهذا طبعا يحدث ويجب أن يجلب انتباه المرأة أنها تقوم وتفحص، لأنه كما قلنا كلما كان الاكتشاف مبكر كلما طبعا كان العلاج فعال. يعني فعال، وكان هناك فرص للشفاء التام إن شاء الله من هذا المرض الخبيث. نعم دكتورة، عندك سؤال. كل شخص ربما يواجه مشكل صحي، حتى يعني أكثر شيء الطبقة الجلدية، أول ما تتأثر أول شيء يسارع به الشخص هو وضع مرهم، وضع بعض من التطبيب الذاتي. التطبيب الذاتي نعم يزيد يأزم من الوضع، ما هوش مليح التطبيب الذاتي. يعني أي تغير، يعني حتى أحيانا في موضوع سرطان الثدي وغيره من السرطانات، ممكن أن يحدث المشكلة في الجلد أديستانس، يعني في منطقة بعيدة عن الثدي، مثل تصلب الجلد في منطقة معينة ليس لها علاقة بالثدي، يعني بعيدة في الجسم، في جلد الإنسان، لكن تكون بعيدة. فأحيانا هنالك تغيرات، ننوه أن هناك تغيرات جلدية، سواء حكة، سواء ظهور يعني بثور أو تصلب في الجلد، ممكن أن تحدث أديستانس أو بعيدة عن الثدي، ويكون لها علاقة أو تكون مؤشر على وجود السرطان. فبالتالي من المهم جدا أنه إذا كان هنالك أي تغير الإنسان يروح ويفحص وما يتأخرش طبعا عن الفحص. أحيانا ممكن أنه هناك يكون أيضا كما قلنا تقشر في الجلد ما حول الحلمة، أو ظهور لبقع فيها تقشر وفيها طبعا إحمرار على سطح الجلد، هذه ممكن أن يكون لها أيضا علاقة بسرطان الثدي. فبالتالي نحن نقول أي تغير أو أي يعني شيء ما هوش من العادي يجب أن يجلب انتباه المرأة. أكيد أنه طبعا بعد
تحديد سرطان الثدي وبعد تحديد المرحلة اللي راهو فيها. المرأة أحيانا تكون معرضة للراديوثيرابي ولا شيميوثيرابي كما نعلم، وهذه طبعا الراديوثيرابي ولا شيميوثيرابي راح تأثر أيضا على الجلد عند المرأة، وسنتطرق لهذا الموضوع، وحتى تؤثر على شعرها كما هو معروف. فين بعض النساء دكتورة يشتكين من ظهور بعض الشعيرات ربما على مستوى الثدي، هذا عنده علاقة بالسرطان ولا مشكل هرموني فقط؟ ممكن أن يكون له علاقة، بالتالي يعني إذا ظهر يجب أن يقوم الإنسان بالفحص ويقوم بعمل الأشعة اللازمة والفحوصات الطبية اللازمة لتحدد هل هو فقط تغير أنه ماهوش لهوش علاقة يعني بالسرطان أو له علاقة. يعني أغلبية الأورام التي تحدث في الثدي هي أورام عادة تكون حميدة، يعني الحمد لله أغلبيتها تكون حميدة، لكن طبعا هناك يعني نسبة يعني كبيرة تكون لها علاقة بالسرطان. والحمد لله بفضل الفحص المبكر والفحص الذاتي اللي طبعا صار عليه حملة توعية وتحسيس، أصبح اكتشاف سرطان الثدي في المراحل الأولى من المرض، ماهوش يعني كما زمان في المراحل المتأخرة، وهذا شيء جميل لأنه يعطي فرص أمل وفرص تفاؤل وفرص علاج تام للمرأة سواء كانت أم أو أخت أو يعني نفس العلاجات الخاصة بسرطان الثدي كفيلة بتخليص المرأة من التغييرات الجلدية ولا يحتاج إلى علاج آخر ومنفصل؟ العلاجات الكيماوية قصدك يعني؟ إيه؟ أكيد العلاجات الكيماوية وسواء الراديوثيرابي أو الشيميوثيرابي رح يكون لديها تأثير كبير على نفسية المرأة أولا، وبالتالي من المهم جدا أن تكون محاطة بدعم نفسي كبير، لأنه أكيد هذا الأدوية هذه ما هيش يعني حاجة سهلة، يعني رح تأثر على نفسيتها، وثاني شيء رح تأثر على الجلد، على صحة الجلد. فمعروف أن الشيميوثيرابي رح تقدر تعمل عند المرأة ما يعرف بتقشرات القدم واليد، اللي هي عبارة عن احمرار وانتفاخ وجفاف شديد في منطقة اليدين ومنطقة القدمين، وأحيانا تصاحبها تقشر في الجلد، رح تؤدي أيضا لجفاف كبير في الجلد. يعني هذه التغييرات الجلدية دكتورة اسمحي لي، هذه التغييرات الجلدية تبقى مصاحبة المرأة المريضة حتى المرحلة الشفاء؟ هي بعد انتهاء الشيميوثيرابي نعطوهم العلاجات الجلدية مناسبة لتخليها تعود ترجع، طبعا يتصلح أكيد، لأنه كما قلنا الشيميوثيرابي ولا غاديوثيرابي هي تشكل صدمة على الجلد وعلى الشعر. فعادة نحن كامل نعانوا من تساقط الشعر، لكن تساقط الشعر يكون في مرحلة، قلنا أنه الشعر يمر بمراحل، يعني جزء من الشعر اللي هو 70% تقريباً و 80% راهو في مرحلة البناء، كاين يعني جزء صغير راهو في مرحلة انتقالية، و 10% راهو في مرحلة الهدم. هذا تاع مرحلة الهدم، وعندنا كامل كل يوم يتساقط الشعر اللي هو في مرحلة الهدم. لكن المريضة اللي تتعرض للشيميوثيرابي ولا غاديوثيرابي، خاصة للشيميوثيرابي، يتساقط عندها الشعر اللي هو في مرحلة البناء، وهذا يشكل تقريبا كما نعلم 70-80% من الشعر، وبالتالي يكون التساقط عندهم كبير. النسبة الكبيرة هي من المتصلين كأوفياء ومشاهدين البرنامج. نعم. الصباحي عندنا مكالمة هاتفية، قول له صباح الخير. ألو صباح الخير. صباح النور، أهلا وسهلا. معكم مريم سكيكدا. مرحبا بك، وكنا سكيكدا، تفضلي بسؤالك للدكتورة. يسلمك دكتورة، صباح الخير. صباح الخير، اهلا وسهلا دكتوره. حبيت بك نسقسيك، عندي بنتي في عمرها 16 سنه. هايدر. نعم. والبارح مش حسيت هكاك شغل عندها كتله بين الثديين، ماشي في حتى واحد منهم في الوسط. كتله اي نعم. بديتها البارح عند جينيكولوج، قالت لي بلي ما عندوش علاقه مع الثدي، قالت لي شغل جاي في الوسط، ماهوش في الثدي. نعم، ممكن انه يكون كيس دهني يعني على سطح الجلد، او يعني حاجه ماهيش تخوف. عملتي هو ماهوش في السطح، ما جاي من الداخل. نعم، من الداخل، وهي في نفس الوقت عندها حبش بيت رقيق،
هي طبيبه البارح قالت لي، قالت لك شغل جاي حبه، قالت لي من نورمال ما نحبش باب، قالت لي شغل جاي للداخل. نعم اكيد حب الشباب ممكن ان يصيب الظهر ويصيب ايضا منطقه التوراكس، يعني منطقه المنطقه الاماميه، يصيب اي مناطق، اي منطقه في الجسم ممكن انه يكون حب. اكيد حب الشباب او التهاب بصيلات الشعر او غيره. هل طلبت منك الطبيبه ان تعملي ايكوغرافي او الترا ساوند، يعني فحص بالامواج الصوتيه؟ ما انا قلت لي بلو، قلت لي ديها الطبيبه تاع الجلد، قلت لي نورمالمون تاع حب شباب، قلت لي اسمي ما عندهاش علاقه. ايه ما لازم تديها الطبيبه تاع الجلد او يعني تتواصلي معنا تتبعتي لنا يعني هاد الامور كامل اللي كي تقوليها تكتبيها وتبعتيها، وممكن انه ان شاء الله نساعدك ونفيدك. الله يرضى ان شاء الله. لبس عليها ان شاء الله. لبس عليها. لبس عليها. شكرا على اتصالك. يسلمك. صحيح. شكرا لك. يمكن التواصل والتفاعل مع الدكتورة عبر صفحتها الخاصة على الانستغرام والفيسبوك أيضا، أو بتشكيل رقم التليفون ليظهر أسفل الشاشة، ونواصل الحديث حول التغيرات الجلدية المرافقة لسرطان الثدي. أكيد من خلال المكالمة سيدة يعني بنتها في عمرها 16 سنة صغيرة، يعني على الأغلب الطبيبة النسائية يعني لم تحس بوجود أي خطر من هذه الكتلة اللي راهي تهضر عليها، ممكن أنها تكون كتلة دهنية أو لها علاقة بحب الشباب كما تفضلت. وانا انصحها انها تزيد تشوف كمان كما قالت لها الطبيبه تاع النسائيه، تشوف راي طبيب الجلد ان شاء الله دكتوره، لانه احنا في كل مره نتكلم على سرطان الثدي يقول لك دائما نبداو نديروا الفحص المبكر بدايه من الاربعينات، يعني من 40 سنه للفوق، لكن مؤخرا نشوفوا احيانا نساء شابات يعني في مقتبل العمر ويصبنا يعني. اي لا يعني قبل سرطان. قبل قبل يعني حتى هناك عائلات وهناك ما يعرف بالعامل الوراثي ايضا، هنالك ديجان عوامل وراثيه تكون في العائله، وان عائلات تصاب اكثر من غيرها بسرطان الثدي، وايضا الاخذ العشوائي لحبوب منع الحمل والتدخين والتلوث والكثير من الاستخاص تاع الدنيا هذا، راهو يعني نشوفوا حالات حتى في الصغر. حتى ما بين العشرينات والثلاثينات انا انصح بالفحص الذاتي. الفحص الذاتي هذا يندار بعد كل دوره شهريه لما يعرفش كيفاش يدير، وممكن انه يتواصل معنا نعطوه الطريقه. اليوم راح نلقوهم الطريقه كيفاش يكون فيه فحص. نعم ذاتي. نعم. ولدينا ايضا الفحص بالامواج الصوتيه اللي هو فحص ما عندوش اثار جانبيه، فحص سهل ممكن ان نعملوه في اي وقت ما فيهش اشعه، هو فحص بالامواج الصوتيه اللي هو الليكوغرافي، وهذا طبعا عاده ننصح به ما بين سن العشرين والثلاثين. ولدينا زياره الطبيب المختص، اي طبيب مختص، يعني هناك اطباء مختصين في الثدي العسينولوجي طبعا، وهؤلاء طبعا عندهم طرق لتشخيص هذا المرض الخبيث، لانه هو يسمى مالا خبيث. لماذا؟ لانه إذا ما قمناش بالفحوصات كل عام فجأة يعني ممكن أنه يكون واحد يشخص في مرحلة متقدمة أو مرحلة الستات فينال. دكتور عنا اتصال هاتفي آخر نديو مع بعض نقول ألو صباح الخير. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحلى صباح للثنائي إيمان ولطفي. شكرا. خير يا ألف أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. معكم أم أماني من ولاية جيجل. مرحبا. أهلا، عرفناك من نبرة صوتك. مرحبا وسهلا بك. أهلا وسهلا. تفضلي بسؤالك للدكتورة. معك معودة ميمونة. معودة والله توحشناكم بزاف. احنا ثاني. شكرا. يسلمك. وأنا تمنيت صباح الصباح تمنيت نشارك في الموضوع اللي طرحته، موضوع مهم جدا، ولكن بما أنني في الركن تاع طبيبة حبيت نسقسي الطبيبة. نقولها أولا صباح الخير طبيبة. صباح الخير، أهلا وسهلا بك وبكل ناس جيجل. أهلا متألقة متنورة. شكرا. شكرا لك، هذا من حسن ذوقك. شكرا يعطيك الصحة. هي برشا عندي سؤال. شوفي هذو المرضين بمرض الثدي هذه اللي ربي يشفيه ان شاء الله يا رب. الخجل كي تكون عندها هذا المرض، اولا ما هي الاعراض اللي باش تعرف باللي هي مريضه؟ والحاجه الثانيه احنا كما نعرفوا كي يعود الطبيب المختص هو رجل، نتسبوا اكثر من النساء يحشموا هكذا يروحوا تقول لك انا مريضه. هذه اولا هذيك الحاجه من الداخل نتاع الخوف والحشمه. والحاجه الثانيه تقول لك بلي الراجل يكشف عليها، هذه نوعا ما تجي شويه
دي شويه صعبه على المراه. ربما لو تعاودي فقط للدكتوره. السؤال الاول عاودي، الثاني فهمناه، الثاني فهمناه، لكن البدايه لما يكون الصوت واضح. البدايه قالت لك الاعراض، وش هي اعراض الاصابه باش تعرف باللي راهي مريضه؟ لا هي قالت انه الراجل، ما فهمتش العلاقه بالراجل. هي فهمت لما يكون الراجل طبيب، هذا طبعا اكيد هناك طبيبات نساء يعني معمره كاين اطباء. عاودي لنا الجزء الاول من السؤال. عاودي لنا الجزء الاول من السؤال. السؤال الاول كيفاش يمكن مثلا المراه اي مريضه بهذا المرض وما على بالهاش باللي هي مريضه؟ ما هي الاعراض؟ مش هي الاعراض؟ ما هي الاعراض اللي تبين باللي هي مريضه باش كما كنشوفوا في بدايه المرض هكذا المرض تاعها؟ والسؤال الثاني اللي يقول اللي عنده علاقه بالرجل الطبيب هي المرض ولا كيعود الدكتور هكذا بالرجل هكذا؟ عندنا احنا بزاف النساء هكذا يحشموا، تقول لك انا يكون مثلا في المنطقه اللي عايشه فيها طبيب رجل يكشف عليها. واضح واضح. وقيل لي اعطينا رايك في السؤال التفاعلي، بما انه احنا النصيحه باينه انه تديها من عند طبيبه الجلد بما يخص هذا الموضوع. ماذا عن باقي محطات حياتك؟ في من توضعي الثقه، وشكون هو الشخص اللي يكون اهل الثقه في تقديم نصيحه ليك؟ يعطيك الصحه، هذا هو السؤال بالضبط. هذا سؤال وجهته لك. هذا السؤال اللي طرحه لطفي. هذا السؤال طرحته لك ليك انا. انا ما كنتش ما ركزتيش معايا. انت كنت حابه، انت كنت حابه تمدي، ما نيتش نسمعك من مليح. كنت حابه تمدي لنا رايك في سؤال تفاعلي. نعم وي. اعطينا رايك. احنا اليوم جبنا الدكتوره عتيقه هادي الطبور طبيبه جلد، وهي اهل ثقه لانها مختصه وطبيبه في مجالها. قولي لنا انت في من تضعين ثقه من اجل الحصول على النصيحه؟ اول حاجه شوف انا ندير ثقه في ربي سبحانه. ثاني حاجة أنا بالي بدي الطبيب سواء راجل ولا امرأة هما هي أمانة عم يقوموا بها. الحاجة أول حاجة ثقة في الله سبحانه وتعالى، وعلى بالي كي نروح لعنده باللي شغال يخدم خدمته. ما عنديش أنا مشكلة يعني في هذه الحاجة. باسكو مي علاش أنا طرحت السؤال هكذا؟ كاين بزاف شكون من جهة النساء هكذا تقول لك بلي تسمى راجل وبالك الزوج ديالها تلقى هكذا مشكل مع الزوج تاعها. شغل هذه بين هذه حبيت برك يعني تهضروا عليها. شكرا لك. واضح سؤالي. شكرا. واضح. شكرا لك سيدتي. ويعطيك الصحة وسعيدة جدا بالتواصل معكم. يعطيك الصحة اليوم جزاء إن شاء الله. شكرا. يعطيك الصحة. شكرا. طبعا بالنسبة لي الشق الأول من السؤال هو الأعراض، يعني هذا ما مميز السرطان بشكل عام. صراحة السرطان بشكل عام سواء سرطان الثدي أو أنواع الأخرى من السرطان يسمى المرض الخبيث أو ملا، لأنه عادة لا يكون له أعراض في البداية. يتخبر. هذه هي النقطة المهمة. لكن يعني مع التقدم في العلم رجعنا نعرفوا بلي الإنسان كل سنة يجب أن يقوم بفحوصات، يعني كل سنة نقوم بفحص سكري، نقوم بفحص ضغط الدم فترة بفترة. إذا كان عندنا في الفامي مثلا عندي حالات سرطان أو عندي حالات ضغط دم أو عندي أمراض معينة، أنه مش غلط نقوم بفحص. أكيد العامل الوراثي، يعني مثلا سرطان الكولون من المهم جدا الواحد يدير له كولوسكوبي اللي هو التنظير للأمعاء وللجهاز الهضمي كل فترة وفترة، يعني كل 10 سنوات أو أكثر إذا كان هناك مشاكل في العائلة. هذا كيفاش نعرف انا طريقه لا بريفونسيون او اللي هي الوقايه؟ عن طريق الطبيب المختص. الطبيب هو عنده كل الـ يعني لي ريكومونداسيون وكل الارشادات اللي يجب اتباعها للتشخيص. اما اذا مثلا نخاف وما نزورش الطبيب ونقول لا انا نخاف ما نزورش كامل الطبيب، ممكن انه فجاه يتشخص المرض بطريقه غريبه. لكن عاده السرطانات تسبب التعب الكبير، تسبب ايضا احيانا تؤثر على صحه الشعر، صحه الجلد كما قلنا، فقدان الوزن يعني السريع والمفاجئ بشكل كبير. فهناك بعض الامور اللي يجب ان ننتبه لها اكيد، لكن ما نقدروش نعرفه، يعني ما كانش واحد يقدر يعرف غير اذا كان عنده باب الوقايه يهتم فيه. هناك ناس يجيهم المرض ومن بعد باش يرجعوا يعني يهتموا، هناك عندهم لا بريفونسيون الوقايه،
الوقاية خير من العلاج. الوقاية كيف تكون؟ تكون بعمل الفحوصات الدورية حسب العمر وحسب العوامل العائلية، المشاكل العائلية اللي نعاني منها. يعني أنا نعرف مثلا رجل يعرف روحه اللي بلي هو دخن 30 سنة والحق العمر متقدم، يعني أكيد رح يكون عنده ريسك سرطان الرئة اللي هو من السرطانات الشائعة جدا، فيجب أن ينتبه. مثلا إذا كان هنالك يعني تعرضت المرأة لالتهاب فيروس الاش بي في أو اللي هو نوع من الفيروسات الذي يصيب الجهاز التناسلي عند النساء، فعليها طبعا أن تقوم بعمل لفخوتي، وحتى بدون ذلك الوقاية تقول أنه نقوم بعمل لفخوتي كل فترة وفترة. وبالتالي الوقاية نقولها الوقاية خير من العلاج، مهم جدا الوقاية. الوقاية كيف تكون؟ تكون بإرشادات الطبيب، لأنه الطبيب هو المخول وهو يعرف. بالنسبة للشق الثاني نقولها طبعا المرأة الجزائرية راهي في كل مكان، راهي يعني معلمة، راهي طبيبة، راهي رئيسة قسم في المستشفيات، راهي شرطية، شرطية مرور. يعني أنا أتعجب من سؤالها لأنه النساء في كل مكان، يعني أكيد إذا تبحث تصيب طبيبة أمرأة. ربما هي بالك أنا فهمت أنه فيه بعض المناطق، مناطق الظل ربما اللي فيها بعض المستوصفات، يعني مستوصف ولا مراكز استشفائية اللي يكون حاكمها طبيب رجل واحد هو اللي يقوم بتشخيص. هو يعني ما راحش نفتيو. شوف يعني الطب بالذات يعني ما على باليش، ما نحس أنه النساء يحبوا بزاف الطب، والنساء أو البنت عادة مجتهدة. يعني تصيب في الدار، تصيب أولاد، تصيب البنات. الولد يهتم بالفوتبول، يهتم بالأصدقاء، لكن البنت مجتهدة وتتحصل على أحسن النتائج. يعني ما رناش نديروا قليل. دكتورة راح تكون معنا فقرة راح تكون فيها سيدة وهي قابلة ساش فام. نعم. نظن تقريبا في كل الولايات وكل المستشفيات فيه قابلات. فيه قابلات وعندهم تكوين الآن، وين يقدروا أيضا هما أيضا يديروا طبعا وطبيبات النسائية والتوليد، يعني حتى لو ما كانش فيه أطباء أو طبيبات قابلات أيضا نحترم ونبجل أيضا مهنة الطب، لأنه فيه نبيلة جدا. رجال هي مهنة نعم في أمراض النساء والتوليد شاطرين من الناجحين. يعني هي في الفكر، في التفكير الإنساني، نحي من راسه هذا التمييز بين الجنسين. لن أفتوا في الدين، لأهل الدين الاختصاص، يعني هم أدرى بما سيقدمون طبعاً. من نصح في كل مرة. ربما الشيء الذي يسيطر على الإنسان هو خصوصية الأمر اللي يعيشه في حياته، صح؟ وتأزم الوضع. الشخص اللي يكون مريض وما عندوش حل، ربما يلقى طبيب هو اللي راح يمدله العلاج، صح؟ يجب أن لا يكون الخوف. شوف في موضوع السرطانات وسرطان الثدي، الخوف يجب أن لا يكون حاجز، لأنه كاين بزاف اللي مثلا يكون عندهم تغير في الثدي، يحسوا بكتلة، لكن تخاف، تقول نخاف نروح ويعني نواجه أنه يكون يعني ما لازم. الأمر قدنا إلى موضوع ربما متشعب أيضا، راح نخصص له حلقة وش هي التخصصات المدرجة اللي يكون فيها تمييز الجنس بين الرجل والمرأة، صح؟ يختار بعض التخصصات المرأة أيضا، بعض التخصصات مخولة للمرأة فقط، لكن في ظل التغيرات اللي أنا نعيشها وما يتطلبه المجتمع باختلافاته، صار فيه دمج في كل الخيارات، صح؟ في كل الخيارات والتخصصات. لكن نتفق على أنه دكتورة طبيبة الجلد عاتقة هادئة الطبور هي أهل الاختصاص أكيد. وأهل الثقة في تقديم أكيد. النصيحة. نورتينا في حضورك. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة. شكرا. في الأخير أريد أن يعني أتطلب يعني بالدعوة إن شاء الله لكل المرضى، سواء المرضى في عندنا في الجزائر أو في كل العالم، وفي العائلات أيضا. يعني كل واحد أكيد في عائلته ممكن يكون هناك أشخاص صحيح. مرضى، نطلب من الجميع الدعاء لهم بالشفاء العاجل إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. شكرا جزيلا دكتورة. شكرا أمين لك يا رب. شكرا نورتينا. مشاهدينا الكرام، فقرتنا الموالية راح تكون طيبكم علينا بإمضاء مميز جدا اليوم من الشيف بشرة. يا درا وش جبتنا اليوم؟ يلا
استخدامكم علينا اليوم راح يكون بمرافقه مميزه وجميله من الشيف بشرى. صباح الخير بشرى. صباح النور للشيف شراك. صباح لاباس؟ الحمد لله. صباح النور ايمان. صباح كيف خير؟ الله يسلمك حبيبتي. متعودين عليك في عرو شيف، اليوم مرور جميل في برنامجنا الصباحي صباح الشروق. طيبنا وطيبهم عليك. علي اليوم. يلا يا ترى شفتينا اليوم؟ اليوم جبت لهم حاجات خفاف الظرف اللي يحبوهم هما، هما يحبوا حاجه خفيفه وما تكونش فريمون يعني تكون اقتصاديه. ماشي مكلف. لو بلا تاعنا البرانسيبال جبت لهم غراتا بالخضار والدجاج، يعني شتوي نقدروا نقولوا غراتا شتوي. ايه؟ دخلنا فيه الخضار بوكو بلوس للاطفال، على بالنا باللي ما يحبوش ياكلوا الخضار، يسمى لازم نكلخو لهم شويه فوالا. توست حاجه سهله بالطونه. فوالا من احسن باش تكون حاجه شويه هكا شويه باسكو حتى تقلع مي شويه هكا نقصوا شويه ما. وجبت لهم تحليه اللي هي بريوش محشي بالشوكولا. فوالا نبداو على بركه الله. واول نبداو فوالا بالنسبه للوصفه الاولى تاعنا واش فيها كامل. عندنا هنا حوالي زوج حبات حتى ثلاثه حبات تاع بطاطا تكون حجم كبير. عندنا هنا ثلاثه حبات تاع قرعه. هنا بالنسبه للبطاطا والقرعه تاعنا ندير لهم ملح فلفل كحل ونقليوهم، ومن بعد لازم يعني نشفوهم كامل بابي ابسوربون باش يتابسورب منهم كامل هذاك الزيت. وبالنسبه للناس يحب حاجه تكون صحيه، من الاحسن يديروهم بابي يديروا بابي يديروا بابي كويسون، يشعلوا الفوغ تاعهم من قبل ويديروهم في الفوغ يتحمروا شويه يفيتيو القليان باسكو على بالنا بلي القرعه شويه فوالا من الاحسن. عندنا هنا حبه تاع بصل، هنا اللي يحب البصل يبان يقطعوه هكذا كيما قطعته انايا مربعات صغار، سينو يضرب بالاشواغ اللي ما يحبوش يبان. بصح لازم يكون باسكو الويكو تاعو يزيد في البلات تاعنا. عندنا هنا حوالي 3 حتى 4 سنات تاع ثوم، اللي يحب يكرفجو يقدر يكرفجو، سينو يقطعوهم صغيرين باش يقعد هذاك فوالا. عندنا هنا كميه تاع دجاج مفروم حوالي 400 غرام ولا رطل تاع دجاج على حسب افراد العائله تاعهم. اللي يحب هنا يغير الدجاج باللحم يقدر يغيره. هنا لو شويه يقعد لهم، حنا ديما نعطيهم لاباس تاع الوصفه بعد هما يتوسعوا فيها كما يحبوا. هنايا نديروا البصل تاعنا يتقلى مع الثوم، مغرفه زيت ومغرفه زبده. دائما انا هذه دائما نقولها لهم، هذيك المغرفه تاع الزبده تعطي لو غود لو بلا تاعنا. انا هنايا استعملت زبده يعني من مصدر حيواني باش يجي البلا تاعنا بنين وتكون فيها قيمه صحيه، يعني مادام عندنا خضره باش تكون فيها شويه قيمه غذائيه اكثر. الكراتا معروف بلاصوص ومعروف بالفروماج. فوالا يكونوا حاضرين؟ راح يكونوا حاضرين. خلينا نديروا الاتصال الهاتفي مع بعض ومن بعد نكملوا في استعراض وصفتنا. قولوا الو صباح الخير. الو صباح الخير. اهلا وسهلا. الو صباح النور. مرحبا بك. لاباس؟ الحمد لله. تعرفوا عليك؟ معك العمليه من الصيف. يا الف اهلا وسهلا بك وكل ناسنا وحبابنا من الصيف العالي. وش معك لاباس؟ لاباس؟ لاباس الحمد لله. اليوم طيبك على الشيف بشرى. ان شاء الله. هاي معك شيف بشرى. صباح النور. صباح النور بشرى. صباح النور حبيبتي وش رايك؟ لاباس الحمد لله. شرا من الصيف؟ الصيف ياك؟ لاباس. الصيف العالي. الحمد لله حبيبتي. إيه الصيف معروفين بالطيابات. الله يبارك. الجوازات والتغماس والطعام. خموس عليهم بحلات على بالي. احنا معروفين بالبربوشه. ايه بالبربوشه الله يبارك بالبربوشه. انا نجو لكم في الشتاء ان شاء الله. ان شاء الله. اهلا وسهلا بكم. تعيشي حبيبتي ترحب بك الجنه. انت تفضلي الاطباق التقليديه ولا الكراتا والاطباق العصريه؟ نفضل الاطباق التقليديه. تقليد الله برافو عليك. عاوني لازم. برافو عليك. لكن ما يمنعش انه منين ذاك يعني تجربي هذه الاطباق صح؟ نجربوا افضل الاطباق التقليديه. خلينا نتعرفوا عليك اكثر، انت سيده متزوجه؟ نعم. عندك اولاد؟ عندي. الله يبارك، شحال في عمرهم؟ كبير 23 سنه. الله يبارك، راجل ما شاء الله عليه. قولي لنا هما من الناس اولادك يطلبوا اطباق باينه متكلفين في الماكله ولا لا؟ ياكلوا واش حطيتي؟ واش مطالب ياكلوا؟ ماهمش متعبينك يعني؟ ماهمش متعبيني لا الحمد لله. هما ثاني يحبوا تقليدي ولا من ذاك يحبوا العصر؟ ساعه هاك ساعه ساعه. اليوم راح تجربي مع الشيف بشرى الكراتان تاع الخضار. عجبتني ان شاء الله صار لي نجربها. حبيتي الفكره؟ عجبتها. كاش ما توصينا؟ ربي عندي سؤال لك مهم جدا. لي انا؟ نعم. عندك سؤال للبرنامج ولا لطفي؟ لا لا للبرنامج. للبرنامج. مرحبا مرحبا. طبيب الاعشاب والله طبيب الجلد البيت كانت معجبين عيط ما حكمتش. ايه. عندي بنتي عندها جاتها فعلا بكرات. ايه. ابوك مدة خمس سنوات. اوكي. وحنا نداوي وتعاود تفتح وتعاود تولي شعار هاي تحتها بكرات. ايه. نحوسنا. شوفي الرئيس التحرير تاعنا في راه سجلت السؤال نتاعك، ان شاء الله راح نلحقوك الدكتور حسان طبيب التغذيه وان شاء الله راح يجاوبك. لاباس عليها ان شاء الله. المناعه
تاعها نحاول تسمع دابا بالاعشاب، دابا بالاعشاب يعطيها المناعه تاعها. خلاص سجلنا طلبك وسؤالك ان شاء الله راح نوصلوا للدكتور. شكرا على اتصالك، تحياتنا ليك ولكل ناسنا وحبابنا واهلنا من الصيف. شكرا لك. ونكملوا مع الشيف بشرى في استعراض مطبخنا لنهار اليوم. طيبكم مع الشيف بشرى، والبدايه كانت مع الكراتا، راح نزيدو نكملوا في تفاصيله. فروماج لازم يكونوا كاينين لك فروماج. كنا نهضروا على لي صوص ثاني هنا. بالنسبه للصوص تاعو وهنايا باينه الدجاج تاعنا نطيبوه، يعني نديروا تقليه كما تاع البوراك. عندنا مغرفه زبده مغرفه زيت، نديروا البصل والثوم تاعنا، بعد نديروا الدجاج، توابل الملح في الكحل، توابل الدجاج، ولا درنا اللحم نقدروا نستغلوا على توابل اللحم. أوكي. يكون اللحم يعني نوعيه مليحه، يعني الغنمي ولا البقري. فوالا هنا هما يقدروا يغيروا، يعني يقدروا يغيروا، يقدروا لحم ابيض ولا لحوم حمراء، يعني يقدروا يتوجهوا للحوم الحمراء. حنا توجور نديروا دجاج باسكو خفيف ولا قاعده معروفين انهم فوالا بيان سور، يعني لازم تكون حاجه شويه اقتصاديه كوميم. بالنسبه للصوص لطفي، هنا بالنسبه اللي تحب دير صوص بيشاميل تقدر دير لاصوص بيشاميل، نقدر نعطيهم الوصفه تاعي نعتمدها. دير حوالي 30 غرام تاع زبده، من الاحسن تكون نوعيه مليحه باش تجي البيشاميل تاعها بنينه. عندنا 30 غرام تاع فارينه يعني تكون كيف كيف. عندنا حوالي نص لتر تاع حليب باينه، نقليو مليح مليح الفارينه. هنايا السر تاع البيشاميل باش تجينا بنينه لازم الفارينه تقلي تخي تخي بيان، لازم تقلى مليح مع الزبده، لازم تقلى باش يخرج هذاك لوغو تاعها تحمص. فوالا نديرو حليب غير بالعقل، ملح هذه اللي حبي يديرها اللي حبي ما يديرهاش، باسكو راهم مختلفين فيها لطفي. كاين ما يقولوا بلي حرام، كاين يعني كل واحد شويه يهضر عليها. يعني راهم يختلفوا عليها دوكا، من احسن واحد يفيتي شويه حفيس هكا. جوز الطيب يقولوا حرام، هي نبته، هي كل واحد شويه يهضر عليها، يعني في الـ في الـ في, الـ في الاكل كل واحد شويه يهضر عليها، يعني اختلفوا عليها هذا الاعوام توالا. يعني انا اللي نفيتيها في المسكر نورمالمون. فوالا هي واللي هي اللي غراند بابو، هي والبذور الخشخاش. حنا جينيرالمون نخدموهم نخدموا بهم، اللي كان نسمعوا هذه المعلومات من احسن واحد يفيتي، احسن من انه يعني ندخل في هذا. نقدروا نستبدلها بحاجه بنينه نصفي، يعني جوز الطيب نقدروا نديروا قلنا ملح في الكحل. عندنا هنايا زعتره ولا اعشاب معطره. اوكي فوالا، زيديها في نزيدوها شويه في لاصوص تعطينا ريحه بنينه، تنحينا ديك ريحه تاع الحليب. تعطينا ريحه بنينه وكو بنين، على بالنا بلي اعشاب معطره تتماشى بزاف مع الدجاج. صح. وبالنسبه للفرماج، هنا الفرماج اللي عندكم ديروه، انا عندي هنايا انواع من الفرماج، عندي هنا موتزاريلا وعندي هنايا فرماج شيدا، نقدروا نديروهم ثاني في البيشاميل تاعنا. سينو اللي ما يحبش يستعمل بيشاميل، يعني يحب اون صوص واحده اخرى تاعها في الكراتان تاعو، يقدر يدير هذيك اللي تجيب لا كريم فريش. يعني احنا نقولها البريباراسيون اللي نديروها في ليكيش. تجي واجده. لا نخدموها. عندنا مع الكراتان. طيب فوالا، عندنا واش نديرو كمان، نديرو كل 100 غرام تاع كريم فريش نزيدو لها حبه بيض، نخلطوهم ملح في الكحل و20 غرام تاع حليب. واش هي فرماج ونديروها. ماسكه بزاف هذه. بزاف تجي بنينه وتعطي واحد لادوغ بزاف هايله للكراتان تاعنا. ويقدروا يستغنيو حتى على اللحمه. يقدروا فوالا، يقدروا غير بالخضار، برك يقدروا يزيدوا مام نوع اخر من الخضار. يقدروا حتى يديروا الزروديه فوالا، يديروها ثاني في الفوق تجي بزاف بنينه، تعطي واحد لوكو. اللون تعطي لعبوا على الالوان باش كل خضره. ما يفيقوش لطفي ولا ما يفيقوا بلي فيها غير خضره، كي تكون كاين لي فرماج كامل يغطيو شويه على الخضار، يعني لوكو يجي بزاف هايل. هذه بالنسبه للكراتان تاعنا. هذه الوصفه الاولى، نروحوا للوصفه الاولى. بالنسبه للوصفه الثانيه، وصفه بزاف هايله ورانا ثاني نعتمدوها في الورشه تاعنا. وصفه تاع المملحه هذه باسكو سهله، وفيها قلنا احنا استعملنا خبز التوست هذايا اللي بلا فارين كومبليت، قلنا هكذا شويه باش بنينه بنينه على الاخر نعجب شويه كوميم نقصوا غير بالعقل احنا ما نروحوش ديريكت. ما تحرموش نفوسكم، يعني شويه مارسوا رياضه. شويه مارسوا رياضه. ما عندوش بزاف من يبدا الريجيم. زعما بديت هذاك الريجيم متقطع. جابوا لي الشيف بشرى اليوم. انا بديت في الريجيم متقطع ومن بعد بداوا الشيف. رانا كيف كيف لطفي، انا ثاني زعما بديت فيه. انا زعما قلت الماكله نبدا على 12 غير ربع نبدا ناكل. هو العشاء لكن نزوله لطلبات المشاهدين اللي يحبوا نذوق. لازم نذوق. لازم نذوق. اتصال هاتفي. حصل في المشاهدين. وما راه سمعنا، يعني رانا هنا على جالهم. نديو اتصال. خلينا نديو اتصال هاتفي ونقول الو. صباح الخير. الو صباح الخير. يا صباح الخير، صباح النور، اهلا وسهلا. اهلا صباح النور. مرحبا بك. واش رايك لطفي، لاباس؟ لاباس بخير، وانت يا بخير؟ والله لاباس الحمد لله. نتعرفوا عليك انا وشاف بشرى. ام وائل من بوسعاده. يا الف اهلا وسهلا بك ام وائل وكل ناسنا من بوسعاده، يعني اليوم كل المتصلات من مناطق اللي المطبخ تاعها غني. هذه حقولها. غني جدا، يعني متمكنين من المطبخ. الله يبارك. ما شاء الله عليهم. قولي لنا نفس السؤال ربما اللي مديته للسيده من صيف،
انت من السيدات اللي يفضلوا الاكل التقليدي ولا تنوعي من ذاك؟ انا نفضل الاكل التقليدي بصح ولادي ما يحبوش الاكل التقليدي. ما يحبوش، يحبوا هذاك القليان فريت غراتا. يحبوا الفريت غراتا هكا شويه. مالا راح تستفادي اليوم مع الشيف بشرى. اكيد. حبيتي الطبق تاع اليوم؟ بزاف خاصه غراتا والمملحه. اوكي. ما عندكش توصيه ولا انشغال؟ لا لا، شكرا على البرنامج ونشكر شاف بشرى. يسلمك. شكرا لك. شكرا وتحياتي لكم الناس بسعادة. يسلمك يعيشك. الله يخليك. شكرا على اتصالك. تحياتنا لك وكل ناس وأحبابنا وأهالينا بسعادة. شكرا على المكالمة. شكرا شكرا صح. تحياتنا. نكملوا شيف بشرى في تحضير مملحه بخبز توست. فوالا، قلنا هنا عندنا اون بورت بياس ولا هاد لي سيرسو، يعني لازم نحو هاد لي شيت نقطعوها على هذا الشكل. هاد لي شيت ما نرموهمش طفي، نديروهم نحمصوهم شويه في الفوق ونرحيوهم ونستعملوهم كوم شابلور، يعني نخبوهم في لي بواط كي نسحقوا زعما شابلور ولا من يعني منو ليه. قلتي لي عاودي تقلى. فوالا، يعني منو ليه هاد الشهر هذه هاد نسحقوا نديروه شابلور. بدات الفكره راهي تصير. فوالا، هنا واش نديروه؟ هنا تحكمي زوج، واحده تعمريها نظن بالطو كامل. شاف لطفي، شاف لطفي. من بعد ديريها في لا شابلور لي صح؟ شاف لطفي. باينه. لطفي عندك نفس بزاف حلو على الطبخ. لا نحب الله يبارك ما شاء الله. الوالد نتاعي الله يرحمه ويستر عليه كان شيف كويزيني في الثانويه. سيغي ديتار. شكرا لك. شكرا لك. قالت لك علاش ما تشوفي في اللاب. قالت لك علاش تقول لها نعم. انا عندي ماشي ثقه زايده لكن اؤمن بقدراتي ونثمن اجتهاداتي. عنده الحق. عندك الحق. عندك الحق. اذا ما قيمتش نفسي شكون يقيم؟ لا لا عندك الحق. يلا كملوا في الوصفه معك بشرى. فوالا هنايا او حرقها لنا لطفي جهطانا عطانا من الاخر. هنا شوف لطفي قلنا نمسوها بون بورت بياس ومن بعد هذوما لي شيت يعني تحقوهم حمصوهم في الفوق ماذا ديرهم كوم شابلور تحقوهم في وصفات واحد اخرين ما في الوصفه هذه حنسحقوها. هنا بعد ما ديرهم هكذا دي بلي زون بورت بياس. فوالا عندنا هنايا كميه من الطون، هنا الطونه تاع الزيت ولا تاع اللي يحبوها تاع طماطم، من الاحسن تاع الزيت. نحو لها كاع كميه تاع الزيت، نزيدوا معاها شويه احشاب معطره، شويه لي فروماج غابي لازم نربيوهم، شويه تاع زيتون ولا مايس واش كان عندهم يزيدوا. أوكي. يخلطوهم كامل مع بعض. هذه نفتحوها شويه نعمروها الداخل بهذا لافارس، مادا نغلقوا شويه هنايا نديروا شغل غيره شغل نخدموه بشويه فارينه. هذه خلوها كيما راهي بشكلها. نفتحوها غير شويه نفتحوها نفتحوها غير شويه بالحلال غير شويه بالحلال برك هذا ما كان باش كي يعني كي تطيب. فوالا من بعد نجي نخدموا يعني غيره بالماء والفارينه، جوج مغارف تاع فارينه ومغرفه تاع ماء نخلطوهم شويه شويه، ومن بعد كي نديروا لافارس تاعنا نوسي كامل في ليكوتي ونغلقوا يعني هكذا وحده مع بعضها. نعبزوهم مليح. فوالا من بعد نديروا لافانيوغ تاعنا. لافانيوغ تاعنا واش فيها؟ فيها فارينه بيض وشابلور. أوكي. الفرينه والبيض نديروا فيهم شويه تاع احشاب معطره، لازم نكهم شويه باش ما تجيش لابانيغ ماشي بلينا تجي فيها شويه. هذا قال صحي وحنا الفرينه ديريكت. انا ما قلت صحي 100%. بداتها شوفي بداتها صحي كي شفنا هكذا خبز اصفر. انا قلت لك انا شويه غير بالعقل. ما صراحه هي كانت على بالها واش هو جاي اللي جاب خبز صحي. باسكو هذا بنين، هذا بنين على الاخر انا يعجبني هذا. هي المشكل كاع في البنا. ايه هذا هو المشكل، ناكلوا غير شويه لطفي ما ناكلوش بزاف. طيب نقدروا ناكلوا يعني بصح نقصوا الكميه. هذا ما كان ومارسوا رياضه. رياضه هي فوالا لازم. قلنا نديروا لابانيغ تاعنا اللي هي عباره عن فارينه بيض وشابلور، لازم نكهوا شويه الفارينه تاعنا والبيض بشويه توبيل دجاج ملح فلفل كحل، ومن بعد نجوزوهم فيهم ونديرهم هذا حليب بودره. هذه ما ضربناش عليها. هذه في الوصفه الاخرى. الوصفه الاخرى. ايه واجده ديجا. ما نضيعكمش. هنا من بعد نديرهم يتقلاو وباش نقصوا شويه يعني زيت نديرهم في ابسوربون يتابسوربيو من الزيت تاعهم وناكلوهم. على بالكم راكو دايرين واحد الجيو انت قالوا ناكلوا ناكلوا بصح المهم ديروا رياضه. وهي قالت لك بابي ابسوربون راني صبر فيه. هاك تصبري فيه وصبر فيك. كلوا بكميات معقوله يعني الواحد باش يحرم نفسه. لا لا ما كاش كيفه ما كاش كيفه. باسكو لطفي شوف لو كان تحرم نفسك شغل مضربه لولادي غاكت واش يصرى لك؟ كي تعاود تولي تاكل تاكل بشراهه شغل ما درتش ريجيم. وثاني حاجه واحده اخرى النصائح
الدراسات اللي ضيعتنا، يعني في كل مره يجيبوك بنصيحه واحده اخرى، مختص تغذيه يقول لك هذه لا مش مليحه، تروح بعد شهر نفس المختص يعاود يحكي لك على نفس الماده اللي حكى عليها ومليحه، يقول لك لا راهي الدراسات اثبتت انه فيها فائده ومليحه، كلها بشويه ما تكثرش منها، هذه نفس اللي راهي يعني شوفوا كلما زاد الشيء عن حدين قلب على ظهره. الحياه الكون كله مبني على توازن، بالتالي لازم احنا نخلقوا التوازن لانفسنا في حياتنا، نديو كميه معقوله، نصيحه نديوها من الناس اهل الثقه في النصيحه، ايضا لازم يكونوا مختصين. بشرى شوفوا ما شاء الله عليها الامانتها، قالت لك يعني انا ما راش نكذب عليكم نقول لكم صحيح. اه وي بيان سور، بس لطفي الاكل الصحي عنده يعني ناس اللي يعني لازم تكون اخصائيه تغذيه، لازم ماشي انا يا شاف هكذا يعني نطيب لهم نقول لهم هذه صحيه كلوها. ديجا لا بروف كي ديفوا يعيطوا لنا اتصالات يقولنا مرضى السكري يديروا لنا دي غاتو ناقصين سكر، انا واش نقول لهم لطفي؟ انا ديجا بابا والد تاعي مرض بالسكر، هو سي ايغيدي تاعي يعني راه في العائله كامل، مي توجور الله يسلمك وربي ان شاء الله يشافي كامل جميع المرضى المسلمين ان شاء الله. مي لطفي شاف كي يحب ياكل بابا زعما غاطو هكا حلو، ندير الغاطو نقص السكر بصح نقول له بابا كل حبه ما نحرموش، يتشهل واحد يتشهل وما نقولوش زعما لا لا كل منه هذا هذا راه غاطو ساك، ما نقدرش نحكم انا يا مانيش الطبيب المختص تاعو، فهمتني؟ وكاين اللي يروح يغفلك ويروح ياكل هذه هكا كاع هكا يدير، هذا مشكل ثاني. خلينا نكملوا في تفاصيل الاطباق نتاعنا، خلاص رانا عرفنا الطريقه درناها في شابلور قليناها كليناها بصح نمروا الان للتحليه. فوالا هذه عباره عن فطائر بالشوكولا ولا نقدروا نقولوا بريوش، يعني لافا تاعو بزاف هايلاند. البريوش هذاك اللي يجي منفخ موديل دوك ما نوريه لك، موديل تاعو بزاف هايل يعني شباب، ويقدروا يتنوعوا فيه كيما يحبوا، يديروا بشوكولا بكريم باتيسير كيما يحبوا. بالنسبه لاباط تاعنا هي لاباز بريوش، كاين بزاف ناس ما تنجح لهمش. عندنا هنا حوالي رطل تاع فرينه اللي هي 500 غرام تاع فرينه، مغرفه كبيره تاع خميره فوريه اللي هي خميره الخبز تكون شويه مسوحه، تكون مسوحه، مغرفه كبيره تاع سكر تكون بومبي. هنا بالنسبه للسكر ما كثروش بزاف الكميه، علاش؟ باسكو احنا نعمروا بالشوكولا ولا نديروا كريم باتيسير. بالنسبه للناس اللي تحب تعمروا بحتى حاجه تزيد كميه تاع السكر، في عوض انها دير مغرفه دير زوج مغارف حوالي 100 غرام تاع السكر. هذه من زاز تاع قارص، زاز تاع قارص ولا تاع تشينا، فوالا هنا واش يكون، فوالا واش يكون متوفر عندنا هنايا. قوليها قوليها نصي متفك، قوليها انا حنقول لازم يديروك فقره لطيام هكا. لا لا غير ما تسب، لا لا غير ما ديروش عليها، هاني مليح ها ايمان زيد الله يبارك، باسكو انا حاجه حنقولها هنا في مخي تقولها زيد كمل. احنا عندنا لافاني قسم غرفه تاع لافاني، لافاني بودغ من الاحسن باسكو تريح بنينه في هاد ليباد، نخلطوهم كامل كيف كيف، نزيدوا هنايا الحليب بودره، الحليب بودره يعتبر محسن في البريوش تاعنا. عندنا مغرفه ثاني نخلطوا كامل النواشف تاعنا مع بعض، من بعد واش نديروا؟ نديروا نطموها بالحليب فلافان كامل، نزيد مغرفه تاع مارغرين ولا زبده من الاحسن باش تجي لك تاع بنين، ندخلوها في لاباد تاعنا نعجنوها شويه، ندخلوها دوبلي الفوليوم ومن بعد نشكلوها على الطريقه اللي يحبوها. ليسونسيال يعني لاباد تاعنا هي لاباز اللي يحب يديرها شوكولا. تفتح مرتين ولا خطره برك؟ مره واحده تفتح خطره برك. هنا ديجا يعني كي تكون الحاله شويه سخونه ولا ثمثمت دوبلي الفوليوم ومن بعد يسخنوا الفوق تاعهم ويطيبوه على 200 درجه، على بالنا بلي هذا الخبز والبريوش وكامل يحب الفوق يكون سخون يعني باش ينجح له. كاين بزاف يخافوا يجي لي طايب من برا ومن الداخل يبقى لهم لذلك تكون يجي معجن، يجي معجن. هي لاباط ايمان هي الصح كاع في لاباط، تكون لاباط تاعك خفيفه ودرت لها يعني كاع المكونات كيما يعني كيما لازم الحال ما يشرح تخسر لهم الوصفه. صديق وهنا غير يشوفوا دوبل الفوليوم، انا على بالك نسقسي غير شحال يخمر، شحال نعجز كي تكون حاجه تخمر في دوبل الفوليوم عارف بلي سي نعجز. ولا ايمن الخميره تلعب دور كبير، دي فوا الخميره تكون بارده، نوعيه الخميره صح، دي فوا الوصفه عندك تحافظوا عليها الخميره. فوالا الخميره انا كل ما نحوس بشرى زعما هكا على وصفه في اليوتيوب ولا هكذا نعاود نشوفكم نحوس زعما بريوش من دون اختمار سريع بدون عجن بدون عجن بدون عجن بدون عجن بدون اختمار بدون بدون كلمه بدون شنو هذيك اللي يقول تعاودي قصي الخميره وزيدي روحك نعجن شي كحكا هاد الوصفه بزاف هايله ماشي ماشي فريمون ما تعجن بزاف ما والو غير تولي لاباط ليس خليها دوبلي فوليوم كسري لها الخمر وخدميها. عجبكم طياب تاع بشرى؟ نديو اتصالات في قالوا لي الشباب عندنا مكالمه هاتفيه نقولوا الو صباح الخير. الو صباح الخير. الو 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 صباح الخير. الو صباح الخير. اسمحي لنا خليناك تستني بزاف وقيله. الو الو صباح الخير. لا لا والله مرحبا بك مرحبا بك، نقصي برك من صوت التلفزيون واستمعينا من الهاتف.
الو لو تكرمتي. الو السلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة والبركة. الو راهو في مشكل في الاتصال. راهو في مشكل في الاتصال، نعتذر من السيدة، إن شاء الله تعاود تتواصل معنا، رقم تليفون يظهر شوية أسفل الشاشة، يمكن للكل التفاعل معنا من خلاله. الطياب اليوم على الشيف بشرى يضرب بالنكهة، إيش راح تكون؟ والذوق على الشيف لطفي. يلا خلينا نروح على فاصل من بعد واجهين، تفضلوا. سميني صوبني وزيدي ناوبني، قولوا لها جاوبني حكاية بينها وبيني، شوفوا شوفوا حالي لا بيها بوهالي، قولوا لها جاوبني حكاية. رفقة جميلة من زميلة محمد موفق، أهلا وسهلا بالجميع، تفضلوا. حاضر معنا محمد موفق، يا ألف أهلا وسهلا بك. أهلا بكم لطفي إيمان، وأكيد لكل متتبعي فقرة زومارت في برنامج صباح الشروق، وأكيد راح نديروا زوم على كل الفعاليات الثقافية هنا في الجزائر، العالم العربي، وحتى نحن نتعرفوا على البوكس أوفيس في الولايات المتحدة الأمريكية. والبداية منين؟ البداية راح تكون من ملحمة روح الجزائر، هذا العمل المميز أكيد اللي خصت له ميزانية ضخمة وضم مجموعة من الوجوه الفنية تحت إدارة المخرج أحمد رزاق. هذه الملحمة راح يكون فيها مشاركة وجوه عربية من مصر، ليبيا، موريتانيا، تونس وغيرها. هو عمل فيها جزائريين، أكيد فيها جزائريين من كل مدارس الحلوة الشباب ومن كل المسارح الجهوية بالجزائر، حاضرين بقوة. هذه الملحمة هي أكيد من إنتاج وزارة المجاهدين بالتعاون مع وزارة الثقافة، كان تحضير لها دام أكثر من شهرين، وهذا تزامنا مع 70 اندلاع ثورة التحرير. أكيد احنا حبينا نتقربوا شوية من الكواليس، جبنا لكم كيفاش التحضيرات وبعض آراء المشاركين جزائريين وعرب، روحوا نشوفوهم وراجعين. حميدو دور رائع جدا، وقلت لكم هو عرض ملحمي، عرض استعراضي، وشيء مهم انه يعني النشأ ولا يعني الناس يجوا يحضروا العرض هذا باش يشوفوا تاريخ الجزائر مرحله بمرحله من العهد النميدي مرورا بالعهد العثماني الاسلامي والاستعماري الى يومنا هذا، بقالب فني جديد، وظن أكبر عرض ملحمي في تاريخ الجزائر. فنانة من البحرين، يعني أنا أمثل فرحة البحرين بنصر الجزائر في الثورة 70. وش يكون فيه بالضبط؟ إحنا بيكون عندنا أوبريت إلى فنانين العرب، يعني مجموعة فنانين من العرب يكون أوبريت مشترك، نحكي فيه عن يعني كل بلد بتحكي فيه عن نفسها، فرحتها أو مشاركتها في ذاك الوقت أثناء الثورة الجزائرية. ونشارك أيضا في النشيد، نشيد الختام والنشيد اللي هو ما بعد حديث العرب. كالعادة موريتانيا دائما مع الجزائر في السراء والضراء. أنا أحمل تحية إكبار من موريتانيا بلاد المليون شاعر إلى بلاد المليون ونصف شهيد الجزائر، دائما واقفين معاهم، نتعلم منهم الجهاد ونتعلم منهم اليوم الجهاد، أنه ما هو بالسلاح فقط، اليوم نتعلم أنه جهاد حتى بالفن. اليوم نحن في أكبر أوبرا تعيد التاريخ وتعيد الكرامة وتعيد قيمة الشهداء اللي كانوا يدافعوا عن هذه الأرض الإفريقية، دماؤهم وكراماتهم علشان تعيش هذه الأمم، ونحن اليوم موجودين لهذا التكريم.
إذن الشيء الجميل في هذا الملحمة راح تجوب كل ربوع الوطن، أكيد راح يكون فيها جولات خاصة راح تكون في الولايات الكبرى وحتى بعض المدن الداخلية أكيد، وشي جميل. ولما نشوفوا فنانين عربي يتحدثوا عن تاريخ الجزائر وعارفين تاريخ الجزائر، هذا شرف لنا احنا كجزائريين، لأنه ثورتنا أكيد لقنت للكثير أشهر ثورات أكيد في العصر الحديث. إذا نقولوا أنه العرض الشرفي راح يكون يوم 30 أكتوبر أكيد راح يكون بالقاعة البيضاوية، والعرض المفتوح أمام الجمهور راح يكون في الفاتح من نوفمبر. يلا نروح إلى خبر آخر. شيرين أكيد شفناها كانت عندها ضجة إعلامية كبيرة، حياتها كانت طلعات وحبطات، لكن آخر شيء نقدروا نتحدثوا عليه هو أنها دخلت عالم جينيس، موسوعة جينيس بعشرة أغاني أكثر استماعا وأكثر شهرة. إذن هذا الخبر أعطى نفس جديد لشيرين أكيد، وشفنا رواد مواقع التواصل الاجتماعي تحدثوا عليها أكيد، وراح يتم تكريمها قريبا في دبي بهذا التتويج كما نشوفه في الصور. شيرين كانت غابت لفترة عن الإنتاجات بسبب الظروف اللي كانت عاشتها، بعد رجوعها أكيد ممكن إيمان سمحتي الأغنية اللي كانت دارتها حطت لها برك على طريق الليركس فيديو حققت نسب مشاهدة عالية ودولوها وكانت ترند مهربة exactly. لأنه في مشاكل مع شركة روتانا فلجأت لموقع التواصل الاجتماعي والأغنية اللي خلتها أنها تدخل موسوعة جينيس بالأكثر استماعا هي أغنية الوتر الحساس. نقول للمخرج يعطينا نسمعوا منها أنكسري وراجعين مشاهدينا. السيرة الذاتية لأم كلثوم، واختيارهم ضمن الممثلين اللي كانوا مشاركين في هذا العمل هو إضافة أكيد للسينما الجزائرية. وبالخصوص نشكر هنا مجلة وجوه ولا موقع وجوه اللي ولا يعرف بالممثلين أكيد وجوه الجزائرية، وكريم دراجي عنده طريقة تمثيل خاصة به متمكن أنا أشوف السهل الممتنع من أحسن الممثلين الجزائري، وأنه يتم اختيارك مع مخرج كبير مصري أكيد هذا الشيء يخلي أنه إضافة للفن والسينما الجزائرية. أظن كاين ثلاث واقيلا ممثلين جزائريين اللي شاركوا في السينما المصرية، سيد علي كويرات ربي رحمه، على ما أعتقد أقومي أقومي عنده كذلك ربي طول في عمره، وهذا كريمو دراجي لا فيه كثير واقيل من الأسماء في السينما المصرية الجزائرية حتى من الجيل الحالي شفنا فيه مشاركة العديد من الممثلين الجزائريين برك تغيب الأسماء، لكن اللي وضعوا بصمتهم أكيد اللي كنت تحدثت عليهم إيمان وكريمو أكيد راح نشوفه في رمضان بعد ما شفنا العام اللي فات في البراني اللي كان كذلك كما قلنا وضع البصمة تاعه كان بوت على قناة الشروق، راح نشوفوه في أعمال جديدة في رمضان. كنت قام من قامات أكيد الفن الجزائري. الدليل شفنا غير على هذا وسيد علي كويرات اللي وضعوا بصمتهم، لكن في كثير من الفنانين الجزائريين اللي شاركوا. أيضا محمد كي تكلمت الآن على أم كلثوم، أنا نتذكر أنه كان فيه مسلسل، كان مسلسل ضخم، كانت صبرين هي اللي جسدت دور أم كلثوم وكانت أكثر من رائعة، ونشوف المسلسل نجح كثير. فيلم مسلسل اللي راح يشارك فيه؟ أنا هذا السؤال اللي كنت حابة نطرح. أنا قريت مسلسل ما فيش معلومات كثيرة. لا شفت كان حاط مسلسل كان. شوفوا المصريين يعني داروا إنتاج وحيعاودوا يديروا إنتاج آخر. هو المفروض فيلم يجسد يوثق فيلم. أنا قريت مسلسل على ما أقول سلسلة، حتى لو فيلم ولا مسلسل المهم أنه الفكرة فيه دائما إنتاج، ما يقولوش خلاص درناها ما نعاودوش نكروها. تختلف الرؤية، رؤية المخرج وحتى اختيار الفنانين اللي يجسدوا الأدوار يعطيه نفس مغاير. صح وتكون مغامرة أيضا حتى مغامرة شركة الإنتاج، بالخصوص أنك فنان جزائري ممكن أكيد الدور تاعك راح يكون باللهجة المصرية. هذا هو الشيء اللي يخافوا منه، لكن الجزائريين إن شاء الله عليهم متمكنين من كل لهجات السرعة في اللهجة تاعنا اللي
بزاف يلومون عليها، هي مصدر القوه عندنا انه نتحكموا في كل اللهجات. هي تجي صعيبه لهجتنا ربما في البدايه، لانه شفنا كثير مصريين جوا على الجزائر لما يقعدوا مده شهور فقط يولوا يتقنوا الجزائريه ويفهموها. اكيد كما يقولوا يركبوا الموجه ويهضر كيفك جزائري ويقول لك بزاف اكيد وصافه وشراكه. خلينا نشاركوك في الموضوع، عندنا سؤال تفاعلي عن اهل الثقه في تقديم النصيحه. صرنا نلقى بزاف على مواقع التواصل الاجتماعي محمد اللي يقدموا نصح ويرفضوا يلبسوا ثوب مختصين وهما مش اهل الاختصاص. اكيد اكيد. انت في حياتك يعني شكون هو الشخص اقرب انسان ليك ربما لتستشيره اول ما يكون عندك ربما موقف تعيشه في حياتك؟ لطفي كان هذا هو الموضوع، انا اللي كنت اختاريته وانا اللي كنت عالجته. كان يلفت انتباهي لما نروحوا لمواقع التواصل الاجتماعي نشوفوا كاين بزاف اللي مش من اهل الاختصاص، برك نسب المشاهده وكما نقولوا كما يقولوا هما لي فان، عطاوهم نقطه قوه ياخذوا هذاك ليكرون ويبدا يقدم نصائح. ممكن انا نقدم نصيحه ولا انت ولا ايمان، لكن يبقى المختص عنده دور مهم انه يوجهك. لكن كما قلت في علاقاتنا ولا حياتنا اليوميه اكيد ممكن الوالدين هما اللي ينصحوك، ممكن الصديق المقرب، لكن في الاخير تبقى انت تسمع من هذا ومن هذا وتشوف الشيء اللي يخرج عليك، لانه النصيحه تختلف والاراء تختلف. لكن اهل الاختصاص انا نقول هما اللي لازم لنا نسمعوا لهم. صحيح. اكيد عندها ضوابط وعندها ضوابط. شكرا لكم محمد، شكرا لك، شكرا ايمان، شكرا لكل متابعينا. اكيد نروح على فاصل احنا مشاهدينا، من بعده لنا رجعه لختام الحلقه نظن. مازال عندنا محطه على محطه اخرى ومن بعد نكملوا الحلقه. يلا محطتنا ايضا نعيشها بكل ما فيها من جماليات، نعمل لها اضاءات خفيفه في امور تهمنا جميعا. حبينا نسلط الضوء في عدد اليوم من برنامج صباح شروق حول اهل الثقه في تقديم النصيحه، خاصه مع انتشار مواقع التواصل الاجتماعي ولا اي شخص يمد النصائح، ولات فيها فوضى نقدر نقولوا في هذا المجال، خاصه وانهم تقريبا كلهم يرتدون لباس المختص النفسي. صحيح. والمختص الاجتماعي. لمعالجه هذا الموضوع سعداء جدا باستضافه الاستاذه هند بوحيرد لايف كوتش الحاضره معنا لها اليوم. صباح الخير هند. صباح النور عليكم. صباح الخير هند. صباح النور لطفي. صباح الخير لكل المشاهدين، شكرا على الاستضافه. مرحبا بك. الموضوع نبداوه ربما من تسميته، المصطلحات اللي صار تقدم تسميات عديده وكثيره الاشخاص نلقاوهم باختلاف الوجوه وباختلاف ايضا الامور اللي يحكيوا عليها، صار عندهم خط ومسار اعلامي صنعوه بنفوسهم وصاروا ياثروا على الناس، رواد مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح. تاثيرات عديده وكثيره سلبيه. صح. منها وايجابيه ايضا. صح. وللاسف ربما السلبي طغى على الايجابي، لهذا لابد انه نعود ننظموا الامور اكثر ونروحوا كما قلت لاهل الاختصاص. اذا موضوع مهم متشعب. انا ولد في عبك ملي بدينا اليوم احنا نتكلموا في الموضوع الا تلقاي افكار يديهم في طريق اخرى. صح موضوع متشعب. انت اكيد كمختصه في ولايف كوتش واكيد كمواطنه عاديه عندك مواقع التواصل وتتصادفي بالكثير من الفيديوهات، يعني الكثير من الناس وايضا صناع محتوى اللي يقدموا نصائح. صح انا ثاني مواطنه عاديه نشوف في مواقع التواصل الاجتماعي يطلعوا لي الكثير من الفيديوهات حول يعني هو موضوع جد مهم وجد حساس في الحقيقه، ممكن الناس مش شايفه ابعاده فعلا، لكن تاثيره على الناس فعلا جد جد قوي وعنده ابعاد كبيره. انه اي واحد يعني ولا يطلع ينصح باسم كمختص ولا يعني كواحد عنده خبرة في الحياة، أوكي كل واحد عنده خبرته في الحياة وعنده تجربته في الحياة، لكن أني نروح نطلع ونحكي في لايف ولا في فيديوهات مع آلاف من الناس وملايين من الناس، يعني في شيء ممكن مانيش مختصة فيه من محض تجربة. صح. لما نقول من محض تجربة خاصة نقول أنه راني نحكي من مخاوفي. راني نحكي من الاكسبيرينس تاعي. الاكسبيرينس تاعي تختلف عن الاكسبيرينس تاعك. صح. تختلف عن الاكسبيرينس تاعك وتاع فوارق شخصية. فوالا دونك أنا لما ننقل الاكسبيرينس تاعي ونزيد نخلطها بمعلومة مانيش نقول أنه كل شيء غلط. لا. في معلومات حقيقية موجودة في كتب، في أشياء ممكن تدرسيها أوكي، لكن وش راكي تنقلي؟ راكي تنقلي مخلط بتجربتك الخاصة بمخاوفك ومعطيات مختلفة، معطيات الأشخاص اللي تسمع فيك مش نفسها. هند اختلف دوكا تغيرت مصادر المعلومة ومصادر النصيحة. زمان كانوا أهل الثقة في النصح
هم الأشخاص المقربين لنا برك من أولياء أقارب أصدقاء، لكن حاليا صار حتى الغرباء عندهم دور في تقديم النصيحة من خلال موقع التواصل الاجتماعي. خلينا نفوتوا في هذا الموضوع في تفاصيله بعد ما نشوف رأي المواطن الجزائري من خلال هذا الصبر للآراء أم تقرير. فيه تقرير لزميلنا محمد موفق. هو تقرير للزميل محمد موفق. موضوع مهم جدا اليوم حنتكلموا عليه، وهي الممارسات الغير أخلاقية من طرف بعض الأشخاص ولا أشباه اللي يسمون نفسهم أنهم أشباه النفسانيين، اللي يتقمصوا عدة أدوار، يتكلموا في مكاننا، يقوموا بعدة ممارسات غير أخلاقية كما نشوفوا احنا مؤخرا انتشرت عبر وسائط التواصل الاجتماعي، انه كاين هناك حتى دورات تدريبية في مجال علم النفس، كاين عدة كما احنا نقولوا عدة خطابات، عدة توجيهات، سورتو توجيهات يقدموها للأولياء، للأطفال، للأشخاص اللي بحاجة ماسة إلى علاج نفسي، إلى مرافقة نفسية. ولكن للأسف الشديد وراء هذه الممارسات هناك أشخاص غير كما نقولوا ونركز على هذا الشيء، غير مهيئين باش يقوموا بهذا. حنا واش نقولوا اليوم كأخصائيين نفسانيين، لازم علينا أنه نضبطوا هذه الممارسة، وليس من هبة ودبة يقدم توجيهات، يقوم بممارسات غير أخلاقية. لازم علينا نحميو هذه المهلة، لأنها مهلة نبيلة جدا. رانا هنا في المساندة، في الرعاية، في تقديم الدعم للأشخاص اللي يسحقوا دعم نفسي، ولكن بعيد كل البعد عن على الأمور التجارية والربح الساهر. فيه متاجرة صح، متاجرة بالكلام. المختص الحقيقي هو اللي يؤدي الفعل الحقيقي، مش القول، يقوم بوظيفته وليس الكلام. اللي صاروا ناجحين عبر موقع التواصل الاجتماعي هم الناس الهدارين اللي يعرفوا يهضروا وعندهم حجية الإقناع. يبيعوا الهدرة. ايه صح. كاين الآن من رومبورتاج شفنا يعني جانب آخر بعيدا عن الناس اللي أصلا ما تقولش على روحها مختصة، لكن كاين الناس صح أنه تقول على روحها مختصة وهي ما لا مختصة ولا شيء، مجرد فقط كلام تحفيزي ولا نقل معلومات فقط، ولو مش معلومات كاملة، نصف معلومات مع تجربة شخصية كما قلت لك مليئة بالمخاوف، مليئة على يعني هذا الشخص لو يقدم حياته كيفاش؟ هل هو حياته فعلا يعني وش هو يقول لك حياته منظمة؟ عايش وش هو يقول ولا لا؟ وفعلا نقدروا نجزموا في هذا الشيء بالنتائج، لأنه صار الأمر مختلط بزاف، ما تعرفيش وراه الصح وراه الغلط، تعرفيش وراه الحقيقي اللي عنده نتائج وكفاءة ولا لا لا، كاين ناس عندها كفاءة ما عندهاش ملايين متابعين ولا صح. آلاف، وكاين ناس بالعكس يعني ما عندها ولا كفاءة ولا ممكن عرفت زوج معلومات فقط لكن تعرف تسوق. أنا هنا نوجه رسالتي للمتابع، أكيد كل واحد وضميره في هذا الشغل أكيد، لكن المتابع أنت اللي راك تتابع، أنت اللي راك تبحث، تقدر ما تاخدش كل شيء، ماشي أي حاجة تسمحها ولا أوزن الأشياء اللي تاخدها، صفي الأشياء اللي تاخدها، خليك أنت اللي تحدد وتقرر، ما تخلي من مدوش رواحنا، انت سيد القرار. ايه من هي شوف مواقع سيد القرار. مواقع التواصل الاجتماعي يعني الناس اللي عندها متابعين خالقه علاقه وطيده، وبالتالي في ناس من المتابعين يسلموا كل خيارهم ومسار حياتهم قراراتهم الى الناس ويستغلوا نقطه الضعف اذا لاحظتوا، يعني يعالجوا المواضيع الحساسه ربما اللي تقيس الاشخاص اللي يكونوا يتابعوا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وما عندهمش حتى الجراه انهم يواجهوا ولا يروحوا يستشيروا اخصائيين ويتوجهوا يتنقلوا لهم. احنا ما يجيوش لنا المشاهدين من خلال عناء سفر وطريق، لكن من خلال مكالمه هاتفيه نديو الاتصالات ونقولوا الو صباح الخير. صباح النور. يا ألف أهلا وسهلا، مرحبا بك. وبيك مرحبا. أهلا. مرحبا بك إيمان. أهلا وسهلا. والله لاباس، ألف خير، سؤال عليك. الله يسلمك، لاباس الحمد لله. الحمد لله، شكون معنا؟ معاكم أم عبد الكريم. من قليعة. مرحبا، أهلا. بيك مرحبا. عندك رأي في الموضوع؟ أنا شوف بزاف الناس اللي يتبعوا بقى المؤثرين، كان بزاف مؤثرين ما عندهم حتى علاقة بأي مجال يهضروا فيه، ديفونتيال يجيبوا المشاهدات، يشوفوا كاش موضوع راه ضارب ويكبوا الموجة ويجيبوا المشاهدات والناس تأملهم بالتبع، وما نشوف هذا شيء كثير بالناس اللي ما عندهاش وعي اللي يتبع أي شيء.
انت عندك ناس ربما في محيطك هكذا تشوفيهم باللي تاثروا احيانا بنصيحه من صانع محتوى او فيديو لقاوه عبر منصات التواصل؟ ايه تاثروا بزاف زعما المختصين تاع مجال، ماشي مختصين نقولوا المؤثرين اللي يقدموا زعما نصائح مجال احنا نصايح في مجال الاسري الزواج وهكذا. لا لا في مجال التجميل لي بزاف. تجميل موضه و زعما تروح تسيي كاش وصفه في الشعر ولا في الوجه ولا ولا خاطئه كامل خلطات طبيعيه ولا انت ما ديريش ثقه يعني ما تشوفيش. لا 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 الحمد لله انا نتبع فريمون مختصين باش ندير هذيك الحاجه. برافو. وبعيدا عن مواقع التواصل الاجتماعي، الناس اللي توضعي فيهم ثقه وتروحي تستشيريهم في امور حياتك؟ عندي خويا الاهل تاعي باينه. ايه وكاين ثاني اللي نشوفهم مثلا قدوه في حياتي من الاهل. وشوف ثاني هنايا اذا احنا مسلمين وكامل نشوف بزاف زعما أئمة مشايخ. مشايخ الوزع الديني ضروري. شكرا لك. شكرا على اتصالك. شكرا على اهتمامك. شكرا لك سيدة. ذكرت مجال اللي هو تسويق تجاري، يعني كل ما هو مواد تجميل خلطات طبيعية إذا في المحيط الأسري والعلاقات الزوجية، لأنه كثير منتشر عبر منصات التواصل تصيب سيدة هي تجربتها فاشلة فشل ذريع تماما حياتها ما قدرت هي تنجحها فتصيبيها تمد في نصائح وخلي راجلك وانت المرأة لازم تكوني هكذا ولازم تفرضي رأي، يعني واحد الأمور. ولما نقرأ تعليقات للأسف تصيبي كثير من السيدات تقولك عندها الحق والله غير حناخذ زعما بهذه النصيحه، وين هو الخلل لهنا؟ انا اشوف انه اولا مواقع التواصل الاجتماعي هو سيف ذو حدين، معناته فعلا في رانا نستفادوا من جانب معين اكيد الموضوع، وفيه سلبيات كبيره سواء الناس ونتكلم عن الناس اللي هم في مواقع التواصل الاجتماعي. انا اشوف الخلل هو في عدم التوازن، انه كل واحد يعرف دوره، معناته خليكي في دورك، ولما تأدي دورك أديه بمسؤولية. إذا راح تحطي فيديو ولا حتحملي لايف ولا حتنشري مع الناس سواء علاقات سواء التجميل، في وصفات الناس طاحوا شعرهم صح، في وصفات الناس داروا التهابات شوهو خرجت عليك، يعني أعملي حاجة بمسؤولية. هذا اللي راح يصل على ضمير. بضمير. بضمير ومسؤولية، معناتها لما نطلع نفهم باللي أنا عندي مسؤولية راح أتحاسب عليها. حتحاسب عليها أنه إذا درت حاجة مش مليحة راح تصرى لي أول شيء في الدنيا، وأيضا مسؤولية مع ربي. علاش يعني تؤذي ناس؟ لازم ننتبه، مش طلع ويلا أني جميلة وخلي المتابعين يطلعوا وخلي حركات نخمن في هذا الشيء. لا، خصني أتوازن وأكون واعية، نشوف وش راني نقدم، هل هو فعلا ما فيهش ضرر ولا لا، ونقعد في اختصاصي. لما تكوني في اختصاصك طوري، يعني إذا أنت اختصاصها التجميل وكذا درسي منها أشياء علمية، من أشياء مجربة، من أشياء سيف، يعني مضمونة معناته آمنة. لكن تقدمي شيء لعدد كبير من الناس، وكل وحدة ولوكات تاعها، كاين وين عندها بالك يصرى مخاطر كثيرة وتمرض وممكن يؤدي إلى شيء آخر. إذا أهم شيء هند هو الضمير. الضمير والمسؤولية. والأخلاقيات، حتى الطبيب اللي درس طب سنوات ويؤدي اليمين. من أجل امتهانه لوظيفته. بالتالي أخلاقيات المهنة والضمير المهني هو الفاصل ربما في تقديم النصح، لكن المواطن البسيط بالأخص المكيثات في البيوت اللي يحبوا يكون عندهم فضول زائد، ربما يحبوا يشوفوا الخارج المحيط الخارجي كيفاش راهو عايش، ظروف المعيشة كيفاش راهي، الظروف الأسرية كيفاش راهي، يروحوا النساء ربما يشوفوا نفوسهم من خلالهم. صح، هذا يقول لك مرأة تشبه لي أنا مع أنه ما فيش ولا شبه. صح. يعني صح صح من كل النواحي. هي اللي يسرى أنه ما فيش خلل في الموضوع، وعادي أنك تروحي تشوفي الناس كيفاش عايشة، تنفتحي على 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 أشياء جديدة، على لايف ستايل جديد أو عادات جديدة أو روتينات جديدة تاع الناس، ما فيش عيب في الموضوع، فقط كوني منتبهة أنه كما قلت أنت مش هي. هي. الناس اللي ماكيتات في البيت تشوف وحده تخرج تخدم عندها بيزنس تاعها، يعني هما يعني اي تلمس نقطه ممكن كانت تتمنى تديرها. صح.
سي بوغ سا ترتبط بهذا الشخص وتولي تشوفها بهوس، لكن ما تنسيش روحك انت اين. الحياه انت محورها، صح حياتك انت محورها، يعني هي عندها حياتها وهي صانعتها، ما نروحش نتطرف في الشيء. الاكستريميتي هي ماشي مليحه، التوازن هو الصح. معناته اوكي انفتح، لكن واش استفدت؟ نستفاد باني ندي افكار، نستفاد اني نتشجع، نستفاد انه ننتبه، نكون واعيه. ثاني المتابعه، كوني واعيه. هذه لا يتقدم لك في نصيحه عن العلاقه مع الرجل ولا العلاقه العاطفيه ولا العلاقات الاسريه ولا مع ابنك، هي كيف خذي لك المعلومه وزنيها، شفتيها تخرج طبقيها، لكن لا اخذ وروح انفعل. لانه راح اذكر خطوره الموضوع من واحد الجانب. مثلا وحده انه في شفنا ناس انه هما عايشين سيتواسيون وهما يطلعوا يفرغوا، هما لما يحكوا بهذيك الطريقه يفرغوا اشياء ما قدروش يديروها في حياتهم، وكاين وين فعلا تعلموا طبقوها لكن حسب تجربتها هي. تروح الاخرى اللي تسمع تتلقى راح يعني تتحمس وتنفعل، عايشه ظروف معينه مع زوجها كانه تتعمر. تروح تعمل خطوه هي مش قدها اصلا. هنا دور الاختلاف بين انك تاخذي نصيحه من واحد مش مختص ومختص. احنا المختصين يعني انا في اللايف نعمل لايفات، لكن احكي على اشياء سطحيه. لما يكون حاله معينه ما نقدرش نعطيها حالتها او وش تدير، لانه لازم تشخيص الحاله، لازم المعطيات كافيه على حالتها هي. واصلا انا كمختصه ما نقولهاش ديري وما تعمليش ولا تطلقي ولا فعلي ولا ابدا، نوضح لك الامور. هند ايمان، ما تشوفوش انه فيه ضروره مراقبه؟ اكيد في هذه المواقع لازم لجنه مراقبه. شوفي اخصائي، نرجعوا دائما اخصائيين اجتماعيين ولا اللي يروح يتقدم على وظيفه يكون فيه مسابقه، فيه لجنه معينه، لازم يتاكدوا ويتحقوا اذا كان صح اهل الاختصاص باش يوظفوه. صح، عكس مواقع التواصل الاجتماعي كل من هب ودب. وصلنا للنقطه لطفي، انه لازم خلاص ولات ضروره، يعني على مواقع التواصل الاجتماعي باتت ضروره. دقينا ناقوس الخطر، انحلال كبير. صحيح. انحلال كبير يعني. صح. للاسف لازم تكون فيه ضوابط كما كثير من البلدان الشقيقه والبلدان العربيه، لما تجاوز الحدود فيه رقابة، فيه قانون. وفي التخصصات أيضا، لأنه فعلا كاين ناس تمد دورات وتمد جلسات وتدريبات، لكن ما عندهاش الكفاءة الكافية، مجرد تجارة بحتة، مجرد تجارة. وكما قلتي بالك عندها وجه يطلع للمشاهدات، ولغة الكلام اللي يوظفوها أيضا الارتجال. صح، كنا تكلمنا في مرة على عمليات التجميل الثقيلة، مانيش نقول الرتوشات الخفيفة هذيك، وإنما تكلمنا على التكميم، على الشفط، على النحت. وين شفنا حتى بعض الحالات للأسف توفاو، يعني لما راحوا قاموا بمثل هذه الإجراءات بمجرد أنهم شافوا فنانة أو مشهورة دارت النحت ولات يعني موديل. صح صح. وهذا تخيلي جانب النفساني كيف تأثير، تأثير مش ما يبانش ممكن، لكن في بيوت تخرب، في ناس تتدمر مشاعريا، في ناس تدخل في اكتئابات. ففي هذه الأشياء موجودة ممكن ما تظهرش كما عملية تجميل، هي تظهر المشاكل على الوجه على لكن الأثر النفسي كبير جدا جدا، يطلع أسرة ويدمر أسرة، يبني ويدمر يعني. وش النصيحة اللي تمديها هند؟ نصيحة عملية لكل السيدات ربما اللواتي صرنا مدمنات على مواقع التواصل الاجتماعي أكثر شيء، لأنه الشخص لما تقابله ويعطيك نصيحة تقدر تناقشه وتواجهه وتقدر تتأكد من مصدر المعلومة. مواقع الافتراضية اللي يبقى عالم افتراضي، ما عندكش خلفية على الشخص، صح، عن حياته. الصورة اللي تظهر هي مجرد صورة على لحظات ودقائق، ماكش عارف الخلفية الأخرى الحقيقية، وش عايش هذا الشخص، منين جاء، وشنو نيته، وشنو فعلا كفاءته، اكسيتيرا. اول حاجه حبيت اذكرها، ذكرت الاسره حتى تعرف انا حتى النصيحه مع الاقارب لازم الوحده تكون واعيه. ما نقولكش ما تاخذيش لانه نحتاج انه نفرغ نحكي، لكن حتى الناس المقربه، محيطك، صديقتك، خرابين البيوت راه يقولوا عليهم هكذا، كاين اللي خرابين البيوت. علاش؟ باسكو تعطيك خوفها، بلاكي ما تديريش، ما تقبليش على روحك، بصح ما كيش عارفه معطياتها، ماكش عارفه الصوره الكامله تاع هي تحكي لك غير الجانب الماشي مليح باسكو هي مقلقه. على بالك هند، كانوا زمان يعني، وهذا الشيء يحسب لنا احنا كمجتمع جزائري، كان في كل قريه ولا كل حي كاين شيخ الفرقه ولا اللي يترأس الحي، اللي يكون عنده خبره، الحكمه، الأرزين في كلامه، هو اللي يروحوا يستشيروه. صح صح. وجامي ناكد لك انه هذا الحكيم ولا مره يقول دير وفعل، صح، يوجه، يوضح لك الصوره، يوري لك الصح،
صح انت اللي تاخذ قرارك. هذا خطر كبير انه روحي طلقي وديري وعملي نعطيك يعني ادخل واتجرى انه اقرر مصائر حياه مصائر ناس. صح. فانا النصيحه نرجع للنصيحه اللي نقولها انه اي وحده موجوده في البيت التفتي لحياتك باسكو راكي مستهلكه. الناس هي اللي راهي تمد لك في المواقع التواصل راهي تخدم وراهي تنشط وراهي تنجز وراهي تاخذ. انت راكي تستهلكين راكي غير تمدي وانت حياتك وين؟ وين عقلك اللي كرمك به ربي؟ وين انت نفسيتك؟ وين انت مسار حياتك تاع 30 سنه و50 سنه؟ ما يحتاج انه انا اقرر واقود حياتي والتفت اليها وما نمدش كل وقتي لمواقع التواصل الاجتماعي والمتابعه والاستهلاك والعطاء. فهذه نصيحتي وكونوا واعيين وين تاخذوا. معناته اشوف مصلحتي. انا لم انا صراحه هكذا الصراحه انا نتبع كاين اشياء نتبعها لكن كل حاجه نتبعها لاخذ منها توزنيها لاخذ منها. ما حتى كي نتبع اشياء هكا تاع ضحك ولا باسكو نريح. انا اريد ان اغير من العمل مصلحتي. فانا انصح انه انتبهي خلي هذه النقطه في بالك. واش راهي مصلحتك كي تشوفي في هذا الشخص ولا راكي تبعي في هذا الموقع او هذه القناه. وقلت لهم غير كيما هضرنا على موضوع انه توازن الناس محتاجه تكون متوازنه باش تكون عندها حياه وتكون سعيده وما تكونش مستهلكه وتضيع وقتها. باسكو كاين اسباب اللي مخليها اني نروح غير في مواقع لانه مانيش ساتيسفات بحياتي ومايش مملوءه. الوغ نروح نشوف باش نعمر هذيك ناخذ هذيك الطاقه وهذيك الحياه هي حياه الاخر هو مستفاد بها. دونك باش نوازن حياتي لازم نوازن جوانب الحياه. استمتعي في طبخك، استمتعي مع اولادك، استمتعي مع زوجك، استمتعي في راحتك، استمتعي في التزاماتك في عملك. وخليكي يعني مفكره هذه النقطه انه واش راني نستفاد. خذي استفادتك وانسحبي من هذاك اللايف ولا من هذيك الفيديو. هند حبينا بزاف معنا. شكرا حبينا معنا طريقتك ايضا في معالجة الموضوع طريقة شكرا. جميلة بسيطة تصل إلى قلوب المشاهدين. نورتينا في حضورك. شكرا جزيلا. شكرا والله أنا تاني سعيد بحضوري معك. إيمان يا دروش عنا الآن لا تزال دقائق قليلة جدا. في بزاف ضيوف كان المفروض يكونوا حاضرين معنا للأسف اعتذروا للالتزامات وبالخلاف أيضا كل ما نستعرض من محطات وفقرات متنوعة لكن الشيء المتفق عليه أنه خدماتنا المتميزة تدخل بيوت الملايين من المشاهدين. التفاعل يكون من خلال رقم التليفون أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي. كل من فاتت حلقة من حلقاتنا راح يلقى الإعادة عبر مواقعنا على اليوتيوب الانستغرام تيك توك وراح تلقاو بعض من المقاطع واللقطات التي تؤثر كمؤثرين تأثير إيجابي. احنا مؤثرين احنا تأثير إيجابي ونجيبوا دائما مختصين ومحتوانا متميز ودائما محتوى رائع. صح نتمنى انكم تستمتعوا دائما برفقتنا وتستفادوا كما قلنا انتم عليكم المتابعه وحنا علينا الافاده كما يقولوا الفايده علينا احنا الفايده وبشرى عليها الطيب على بشرى على بشرى ترافقونا انا وايمان مشاهدينا ومخرجنا لختام حلقه اليوم من برنامجنا الصباحي صباح الشروق بأيادي مميزة اليوم ولمسة مميزة من الشاب بشرى. أنا كنت غشيت مقبيل عم وجين ضغطي يا وجين ضغطي زعما أنت ما ضغطش لطفي أنا ما ضغطش أنا ضغطي سكري أنا تاني كيما أنت هذا اللي مازال ما ضغطش بس هذا مازال ما ضغطناش صح بسم الله عطيني موس عطيني موس كاين موس 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 كاين موس هذا موس سمعوا لي القرمشة الله الله تعذبهم بالطبع شوفوا لي هذا اللحم هذا هذاك الخبز اللي درتيه بوشا هذه لاشق بسم الله صحتك مش فين داخل لطفي اوعى ذوقي تعرفي كامل كيف كيف كامل كيف كيف معنا اوكي قولي لي شوفوا ال إذا صح ذوقي الوين وفورمانج جد منين قولي برا وشنو هذا شابلور قولي داخل شابلور بيتا شابلور وشنو شابلور جد خبز واش درتي لو بان كومبلي كومبلي تاع الريجي
تاريخي تاع لون الطيب تاع الدوش عطيك الصحه بشرح الشكل تاع البريوش هاي يسلمك حبيبتي. هنا كنا درنا لهم هذاك البريوش اللي كنا درنا فيه هنا درنا له شوكولا وهنا درنا له كريم باتيسيا. قلت لكم لا باز علينا وانتوما يعني بدلوا واش عندكم في الدار. انا كنت دقت انا ولطفي هذاك اللي فيه شوكولا عجبك صحتك حبيبتي. هنا كنا برك درنا شوكولات درت انا دوق بيستاش باسكو لو غوت بزاف هايل. وهنايا درنا هذيك المملحه الخفيفه الظريفه اللي توجدوها ما في ربع ساعه توجد. والكراتا تاعنا راكي مخبيت لنا المواز هنا الفراشط زيدي باش ندوق انا دركا عطوني كورشيت غراتان مازال فيها مازال شويه ماشي محمرش مازال ما تحمرش راه باين صح. قالك السناني قالك راك اللي يجيب اصبر شويه هما يعرفوا النتيجه لكن راح نلقاوها من خلال موقعنا الخاص بقناه الشروق تي في على اليوتيوب. ذكروا على السريع واش هي غراتان. غراتان كان عباره عن خضار ودجاج مفروم تقدروا تستبدلوه باللحم مفروم وعباره عن صوص بيشاميل يعني حاجه خفيفه. من فوق درنا له شويه الفرماج. الفرماج يحبوا شويه وقت الموتزاريلا نعرفوا بلي تحب شويه وقت يعني باش تحمر. حنا اللي ضيق الوقت ما حمرناش ثم طيبوه يعني تقدروا دوك توجدوه في الليل يديروه غير في الفوق برك هذا ما كان. شكرا لك بشرى نورتينا. الله يسلمك خويا. اليوم الو شاف برنامج الو شاف يكون بمرافقه جميله من هشام كاستي اللي عاود ولا كما قلت العودة القوية لقناة الشروق. نقول له أهلا وسهلا بك في بيتك يعني الشروق. شكرا لك بشرى. شكرا إيمان لكم الصحة. شكرا جزيلا. شكرا إيمان. شكرا لطفي. شكرا كامل الفريق التقني. لقائنا غدا إن شاء الله نفس التوقيت على نفس القناة. بقوا أوفياء. إلى اللقاء.